بزي بزي مرحبا. ايه معنيش برشا وقت قول ما يبلع الباهي عاصمة مرحبا بكم في حلقة جديدة من وقايت. اليوم وقايت على أليخت فتحنا لكم مجين باش تبعثونا أسئلة البيريود اللي فاتت وتوا باش نجاوبوكم عليهم ومعنا باش يجاوب لؤي وصديم وبيي. مرحبا بينا الأولاد وبيك. مرحبا سلمى عايشك باهي. نبداو نبداينا اي يبدا انت لحظه قرر لحظه شو اليد البريء عرفت تخيخ لازم نفسر لعبيت شو الالوان ديجا شكون حضرهم هما هذوما كلنا هادي سلمى المجموعه الوطنيه بيجا نحكيو على كود كولور اش معناتها هذوما باش لعبيت دونك انا الموف على اليرت دونك هذا الاسئله علينا احنا الاخضر شويه سياسه البقيه مخلصين فما اسئله على دي سيكتور معينين فما اقتراحات اتترا اتترا احنا جاونا اكثر من 200 سؤال في 3 ايام ما نجمش نجاوب على الاسئله الكل اما باش نحاولوا اليوم نجاوبوا على الماكسيموم ما ذكرش معناها قسمناهم باش نجاوبوا على الماكسيموم تاع الاسئله تاع العباد والاسئله ما جبناش عليهم باش نحاولوا نجاوب عليهم في فرصه اخرى معناها دونك نبداو باليد البريئه ليديز فيرست نبداينا به هل نسبه الفائده المقدره ب 30% بالنسبه للقروض الممنوحه من جمعيه تيسير قانونيه لي هذاك الاسئله هذه افشل سؤال تيسير مش سكرت اني تعرفها جماعه تيسير ميكرو كريدي ميكرو كريدي نورمال لا انا تيسير والله حاجه مش سكرت ما لا سي بون نورمال احنا نسمع فيك هذاك اهم حاجه اما الميكرو كريدي عملنا خدمة عن ميكرو كريدي خدمة حسام خدمة ممتازة نفسروا كيفاش لي تو دانتيري نتاع لي ميكرو كريدي عاليين برشا لي ميكرو كريدي هما موجودين باش نمولوا مشاريع صغار مثلا واحد حاب يخدم في الخياطة نمولوا له الماكينة نتاعو نسهلوا شوية العباد نعطيو معناها كريديات نتاع 2 ملايين 5 ملايين وتلقى نسبة فايدة ياسر عالية على باز لي ميكرو كريدي كانوا جمعيات خيرية البنوك دخلوا في الميكرو كريدي نشوفوا الليمن بانك نشوفوا كيفاش دخل العباد دخلوا زيادة في ميكرو كريد ولد عبد الوهاب بن عياد نتاع بولينا كيف كيف استثمر في الميكرو كريدي شنو هو الاوبجيكتيف منه اولا انهم يربحوا برشا كالعاده يربحوا برشا تو دانتيري معناها انتيري نتاع الكريدي والحاجه الثانيه ما عادش البنك المركزي اللي عايس عليهم تولي وزاره الماليه دوك تولي اسهل اليوم هما انهم يعملوا كل المفاهمات نتاعهم احنا فقنا اليوم الميكرو كريدي ما عادش يمول في المشاريع موجود برشا فما برشا تبييض اموال العباد اللي يبيعوا في الزات لحامه دوكم كل يتعدوا برشا ميكرو كريدي باش يبيضوا الاموال نتاعهم دوكم وضعيات اجتماعيه نجم نقولوا اما كي نشوفوا لي سيت انترنت نتاع لي اجانس دو ميكرو كريدي النسبه تاع الاستثمار ديما تقعد نسبه صغيره برشا زيد ابار ده لي تو دي شيك كبير برشا ما وصلوش خير الناس رجعوا فلوس واللوجيك جوست على اللوجيك نتاعهم على اساس هما ايل فون بروندر دي ريسك بار هذاك علاش يطلعوا في تو دانتيري الوغ حتى المعامله نتاعهم هذا في برشا حوام شعبيه تلقاه يخدموا بناس اخرين نتاع معناتها مقوش عليك تخدم باندية باندية هي مش ولا باندية على أساس اللي ما يرجعش معناتها يدخلوا يشوفوا شنو عنده في دار وعصي وكل شيء وعصي واللي هز معناتها السكتور هذاك فيه فوضى كبيرة ثم مش ما نقولوش زاد الكل فوضى ثم حاجات مشاو خدموا بهم عباد مشاريع صغرى أما ما معناتها مسيب تسيبة كبيرة معناتها كسكتور أما السؤال هل هو قانوني مالوغوزمون قانوني معناها اللي نحكيو عليه احنا الاقتصاد الريعي قانوني هذيك المشكله الكبيره فوالا لازم كنت دور هكا عقرب الساعه باهي اوكي شاطر بالفرنسي شاطر بالعربي توت لي كيستيون سور لي زيليكسيون بارتيكولي سولوي لا هل تخموا تحضروا مقاربه ولا مقارنه جو سي با المطرح قريتهم الكل سؤالات فاسكيت مقارنة للمترشحين الانتخابات 2024 من حيث محاربة الرايع ما فكرة مش خايبة جملة اسكو عنا مترشحين هذيك هو سؤال مش نقارنوا ما بيناتهم اسكو مش فما جمعية تعمل في الحكاية هذي كان من شغال باوس لا لا مش باوس لا فما الأخرى اللي شنو برنامجك؟ شنو برنامج محمد ولا هذاك؟ أكيد أي. فما موتو كان شفت فما جمعية تعمل حاجة اسمها شنو برنامجك؟ إحنا الحقيقة ما الهدف نتاعنا مش نقيم العباد الحقيقة عنا الهدف نتاعنا إنه نقولوا شنو الحاجات اللي نشوفوه شنو الخوار اللي نشوفوه ومن الأول قلنا اللي الكلام نقولوه مش متوجه لجهة سياسية معينة. سينو سؤال وقتاش انتخابات 2024؟
قال لك يا اما بين اكتوبر كيما كوبدا فيك اكتوبر يا نوفمبر حسب ولا حاجه هكا سبتمبر اكتوبر سبتمبر اكتوبر حد ما يعرف خاطر القرار مربوط بشخص واحد برك وقتاش الانتخابات لي بون ليزي عملوا انونس لو عندهم جمعتين ليزي يا اخي بالتليفون ليزي بالله تحكي لي سؤال ثاني السؤال اللي نكملوا نحطوه والله هو ما عندناش نحن الكومبيتونس نتاع قراءة المستقبل مشاوفة كبيرة والله هو كلنا نتمناه انه تتنحى الرشوة في الإدارة والأمن والديوانة خاصة من الديوانة أما الحقيقة شنو يلونه سؤالة ذي موف ما عادش الناس حاب يورطونا بيه والله شباب وقت اللي وليوا عنا ناس وطنيين في في يادي بوليتيك وانت نجم تنقص من الرشاوي هذا وكل اللي مشاو فيهم بدل ما تقدم بصفه عامه الكل اللي هي ماذا بيك تنقص بين لو رابور هما لو كونتاكت هما بين اللي يخدموا في الدوله والمواطن العادي انا عندي ابروش واحد اخر الحقيقه شنو الرشوه الرشوة ما نحكيوش على الفساد نحكيوا على الرشوة انا ما عطيتكش انا البروج نتاعي خلي كمل سامحني صايب حرقت له فيلم قص عليك قص عليك بدي تفضل هاي هي كامل فكرتك مش ما نخسروش بعضنا دي يبدأ دي في تمشي كامل لنا تمشي برونو جوست كنا نسوقوا ندوروا في الكايس كنا نحرقوا فيه في دفاروش وكنا وقفنا بوليس وكنا تلقى امبوسيبيليتي نتاع الرشوه اورك لو كان جينا كيما البلدان تاع الدنيا الكل اللي ولا جوست كاميرا تصور تنجمش تمشي تعطي رشوه الكاميرا دونك تنقص بالكدي لوتو نتاع الرشاوي اللي يدوروا مي دونك تعطي بوسيبيليتي للعباد باش يعطيو رشوه وماكش مديزاتيريزي حتى شيء في تونس دونك سي تو دافي نورمال دافوار سا اي اوكي فلاش كرادار تنجم نحي الرادار ولا تنجم طيروه لا في تونس مالوريزمون وي نجم مي في البلدان الاخرين لا دونك عندك بي سي قدامك ما تنجمش تعطي رشوه هذه الفكره اي باهي في الديوان كيف لا كيف فكره تراها تنجم تطبق في بارتو معناها مادام توالي فما مراقبنا دوك السواليد راديو انا من البلدان المتقدمه ماهوش متربين اكثر من نجم يكونوا حاجات اخرين مي التربيه الاخلاقيه ما نتصورش كما تربينا اكثر منا في ديارهم مي كي يخرجوا للمجتمع يلقاو حاجه منظمه بلوز او موا اكثر منا باش ما يصيرش اللي دورت موضوع الكل في توست يو انسيتي باش تعطي رشوه على خاطر حد ما يعسر حد انا المقاربه نتاعي ماهيش هكاك المقاربه نتاعي الرشوه جايه من حاجتين الحاجه الاولانيه انه الشخص عنده امكانيه باش ياخذ قرار في صالحك ولا مش في صالحك سواء بوليسي يعطيك خطيه ولا الديواني يعدي لك كرهبه ولا بضاعه جاتك هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه هو يستحق رشوه ولا ما يستحقش الرشوه موجوده في العالم الكل تمشي البوليسيه في امريكا تعطيهم 20000 دولار ولا حاجه كيما هكاك انت لي غراند يونيفرسيتي في امريكا ايفي ليج هارفارد وكل شيء لقاو ريزو نتاع رشوه اللي ستار الممثلين في هوليوود وكل شيء يخلصوا في عباد باش يدخلوا صغارهم يقراوا باش يحايلوا في الكونكور باش يدخلوا الرشوه موجوده اما شنو الرشوه اللي احنا نعيشوا فيها هي رشوه هيكليه اش معناها البوليسي يعيش من رشوه ما عادش كومبليمنت سالير ولا سالير ثاني يخلص الكريم تاعو من رشوه ياكل من رشوه ايتترا دونك المشكله هو اولا النيفو نتاع لي سالير معناها 100% نيفو نتاع لي سالير ما يقلقنيش كي تشوف لي سالير نتاع القضاة مثلا ولا حتى نتاع النواب اللي يختاروا في القوانين وكل شيء كي تبدا تعطيه سالير طايح برشا يولي عنده اكثر قابليه انه ياخذ رشوه هذه الحاجه الاولى يقعد نجم ياخذ حتى رشوه كيما في الدول المتقدمه نجم ياخذوا رشوه الحاجه الثانيه هو القدره نتاعو انه يكون هو عنده القرار احنا في تونس السيستم كوم مدام السيستم مسكر باش تتحرك لازمك ورقه كل ورقه وراها رشوه دونك الرشوه هي الكونسيكونس نتاع السيستم اللي احنا قاعدين نحكيوا عليه السيستم نتاع التسكير كانك معناها تحل بلج بالفلوس مش بالمعارف ما تحل اوتوماتيكمون بالفلوس كي تشوف الرشوه في الكينيا والمعارف نوتر سورت تاع رشوه
اي بيان سور اي محسوبيه بالطبيعه. راك تشوف في كينيا معناها عملوا حملات نتاع رشوه ولاو معناها يشدوا في البوليسيه في الشارع معناها وينحيوا لهم في الشعارات نتاعهم وكل شيء. ما تنجمش تمشي الحكايه هذيك الردع بطريقه انك ما تنحيش السيستم وتقعد ديما تعمل في الردع اللي 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 ياخذ رشوه جوست نحيهم من غاديك وحط كاميرات كاو حتى يتحكم في الكاميرات تعطيه رشوه ما لا لا الكاميرات مثلا طيحت برشا حتى في امريكا كي شافوهم اللي عملوا لهم الوحده الجو برو معناها اللي لابسينها هي حلول تكمل بعضها الكاميرا اللي حتى المروك لابسين كلهم كاميرات البوليسيه واللي احنا مازالوا كلهم وهي حلول تكمل بعضها انت ترانو تنقص في لي زيتاب نتاع اللي تنجم تتعامل معاهم مع انك تحسن وضعيه الموظف في حد بيته وانت تراقب تنجم تتفاهموا تلقاو في وسط كنت موجوده معنا عندك الأخضر شو الأولى الأخضر شنو هو؟ الأخضر متوسط الأخضر أنا نحبكم تدخلوا بالسياسة ولا الأخضر هو السياسة مش نكتب صور لو هيكتب بعدها روح وقلم مش نكتب والله جيت بالزهر خليني كمل نقرأ أنا نحبكم تدخلوا للسياسة وخرجوا للشعب بإصلاح الكثير من الشباب الواعي سوف يقف معكم صحيح الماكينة متاع المال الفاسد سوف تقف ضدكم لكن هذه معركة ولازم تنتهي هاي نخرج واي ليه سيرتمون ليه معناها الحقيقة الميساج هذوما يجيونا برشا وهذه الحاجة اللي تخلينا نتحركوا الحقيقة احنا أليرت ما عنا حتى ما نعيشوش منها أليرت بالعكس نعيشوا باش نجموا نعيشوا أليرت لي ميساج هذوما اللي يجونا برشا كسوسوا في لي كومونتير وحتى في لي ميساج بريفي في الشين في الباج وكل شيء مهمين برشا السياسة نعملوا في السياسة احنا توا قاعدين نحسب رأيي نعملوا في السياسة شنو هي السياسة الحزبية وكل الانتخابات وكل شيء ما معناش إطار باش نعملوا أحزاب في تونس تخدم بطريقة عادية ما عنديش إطار عادي متاع أحزاب هذيك علاش عنا نعلموا في السياسة باش نجموا نوعيوا العباد اللي تحب تعمل سياسة واللي تشارك في السياسة والكلام تاعنا متجاهل للناس الكل لازم نبنيوا إطار ونجموا الكل نجموا المشاركة الناس. والمشاركة معناتها في معناتها في الساحة العامة وإلا حتى بالنسبة للمواضيع اللي تهم الناس متاع كل يوم هذيك في حد ذاتها زادة ممارسة سياسية أي هي سياسية لازمنا نخرج شوية من رؤية ضيقة زادة متاع السياسة أنه السياسة هي سياسة حزبية فقط أكسيون شنو هي أحوال الأنظمة الصحية في تونس العمومية والخاصة لازم نكشفوا الكارتريت وشنو هي حكاية كارتريت الصيدلية المركزية والمخابر والأدوية الخاصة و كيف نحقق الرعاية الاجتماعية والعدالة الصحية؟ بالعمل والمثابرة. بيسمعني كم شن كم؟ لازم نشوفه سؤال. أشوفه. وين جيش وصيدلية وكل. بس أسأله في سؤال إن فات. هو. في الأول على وضعية يعني الصحة في الكسوة العامة والخاصة بعد الصيدلية المركزية. بقضيات. أي لي المنظومة الصحية. في العالم اللي نعرفوه القاطرة متاعها هي المنظومة الصحية العمومية هذا الإشكال الصحيح في المنظومة الصحية العمومية وإحنا ديما لازم نربطه بالمواضيع اللي نخدم عليهم نلقاو اللي الأطباء في القطاع العام ما عادش يكونوا الأطباء المقيمين اللي معهم معنى الاستاجير اللي بدأوا معهم علاش ما عادش يكونهم بالكدا خاصة اللي تلقاه عامل شيرورجي ولا حاجة كمان كيك على خاطر هو عنده حاجة اسمها لا بي سي لاكتيفيتي بريفي كومبليمونتير معناها خدمه بريفي يعملها مره ومرتين في الجمعه باش ينجم يقعد في القطاع العام يقعد في القطاع العام اما يخدم شويه في القطاع الخاص وقت اللي يخدم في القطاع العام وقطاع الخاص فرد وقت يولي ما عادش يحب يعلم الاطباء اللي معاهم تقنيات معينه باش هكاك يولي هو بركه ينجم يعمل التقنيه هذيك المعينه يولي كان عنده نوعا ما احتكار في التقنية هذيك يولي يخدم مثلا أولاده يدخلوا يشقوا معاه ولا بناته اتسترا دونك المنظومة العمومية ما عادش تلعب دورها متاع تكون العباد ويقعدوا يخدموا في القطاع العام ديجا أولا على خاطر لي سالير مش طيارة شفت سيرفيس تاو يكمل كارير متاعه قداش يولي يخلص 3 ملايين 3 ملايين و500 يمكن 4 ملايين ماكسيموم ويخرج البرة يخلص 10 مرات أكثر من هكا مدام المنظومة الصحية العمومية ما عادش ماشي بالكدا على خاطر ما نعرفوش نشدوا الأطباء في القطاع العام
مدامها ولات حكاية فلوس، اللي عنده فلوس هو اللي داوي، اللي عنده أحسن انترنت. مش حكاية بيرسونيل بركة معناها اليوم أسكي باري ما عادش نجمو يخدمو تلمو يا اون غروس شارج وموك دو مويان وموك دو مويان مانيش قاعدين ننفستيو جملة في شيء فوالا سي سا البيتشي. آخر مرة مشيتو المستشفى وقتاش؟ نسيت عندي برشا 5 سنين. أنا الحمد لله أنا فما مرة مشيت جوست باش نعطي دم مش تحكي على ذاك ما مشيتش للسبيطار اما مشيت لذاك ما عرفش كم ترسباس في بالي ندخل نعطي دم ونخرج على روحي يعطيوني شوكولاتة حاجة تقعد تستنى ثلاثة سوية شوكولاتة هنا أخذهم شوكولاتة مش ندخل فيس لا يعطيوني تيكي بعد شيء حميل قهر فما 70 واحد قدامي وضعية صعيبة برشا. أما ليه بتبيع البنية التحتية تو هما عملوا إصلاح عملوا ريفورم في حتى الانترتيان اللي عندنا مش لازم مش نقولكش ابني لي سبيطار جديد ما اللي عندك قاعد ماشي ويقدم برشا. أنا حسب ما نعرف ما بتبيع إذا في حدود اللي نلاحظ معقول أنه المنظومة الصحية بازية على الاستاجير في تونس بازية على المقيمين والليزانترن بتبيع على السينيور الأغلبية متاحهم معناها اللي قاعدوا في القطاع العام يحاولوا يخدموا باللي نجموا. أما مدام القطاع الصحة بازي برشا على لي جون اللي قاعدين يتعلموا مدام الضغط الكل يبدا عليهم هما دونك فما تورنوفر كبير يقول لك انا امبوسيبل نعمل كارير في البيبليك دوني حاب نخرج اما في البريفي ونخرج لبرا فما طلب كبير على الطب نتاعنا لبرا على خاطر مكونين بالكدا. الموضوع هذا وحده الموضوع تاع الصيدليه المركزيه موضوع اخر تو نشوفوا احنا ادويه كيفاش دولة خرجت منها وبعتها ظهر لي معناها من اكبر لي زانترفينون في لي لابو باش يعمل اندماج في لي برودوي هذوما قاعدين نخدموا على الموضوع هذايا مع مهدي مع جماعه هذوما موضوع اخر موضوع الصيدليه المركزيه فما زاد الصناديق الاجتماعيه زاد اللي فالسه هذيك زاد اللي هي معناتها مدينه دونك معناتها ظل النقاش بالنسبة لإصلاح المنظومة الصحية في تونس متشعب وفي برشا حاجات. هذا من الأسئلة اللي باش نجاوب عليهم بصفة خاصة على خاطر عنا في أليرت شكون يخدم على المواضيع هذوما. خبيعة سلمى. سي بون أنت تو. تفضل. مرة. باه. هذا معناها يتكلم معنا مش يكتب في جملة. التهريب. حلو الدوسي. مانع الاستثمار وسبب في غلق المصانع ومعاليم الديوانة ومعاليم الديوانة تشجع التهريب. ما فهمتوش انا ما اي معناتها التهريب حلو الدوسي معناها حلو دوسي التهريب راهو التهريب مانع الاستثمار وسبب في غلق المصانع والمعاليم الديوانية تشجع التهريب معناها يقصد الاقتصاد الموازي معناتها لوجيك معناها قاعد يقول لك انه وقت اللي فما تهريب فما منافسة غير شريفة بالنسبة للمصانع اللي موجودين دونك المصانع يسكروا والمعاليم الديوانية العالية برشا هي اللي تشجع في التهريب. مهوني فما خلط ما بين ما بين اقتصاد موازي وتهريب. التهريب هو انك تدخل وتخرج بضاعة بطريقة غير قانونية والاقتصاد الموازي انك تبيع وتنشط في الاقتصاد من غير الديكلاري هي ما هو يظل حسب ما فهمت من السؤال التهريب هو زاد يضخ في بضاعة في الاقتصاد الموازي اي معناها هذاك المعنى نتاعو انت شنو تشوف لا معناتها الاقتصاد الموازي زاد انا الاقتصاد الموازي ما نحسوش معناتها حاجه مجوش باش تحل دوسي عليه وتفهم شنو معناتها ثم عدد كبير من المواطنين عايشين من الاقتصاد الموازي ومن التهريب في تونس والدوله على علم بالبلاد اشتغل البلاد والدوله على علم بذايا وبالنسبه لها هي كما تقول انت طومبون نتاع بريسيون سوسيال معناتها اللي مطروحه اليوم. السؤال يطرح نفسه كيفاش الاقتصاد شنو هي انت الحافز اللي الدوله اليوم عطيته للناس هذيا اللي في الاقتصاد الموازي باش هي تدخل في الفورمال وهذايا حتى التوا اللي جرى انا نشوف اللي جرب واللي جربناهم الاستراتيجيات ولا السياسات العامه المطروحه الكل ما عطاتش نجاعه كبيره. ايه والاقتصاد الموازي هذا تهريب انا 50 سنه نسمع به انا عمري 30 ما حتى جدي يسمع به حتى مره ما الدوله التونسيه لقات حل كيفاش تلقى حل مع ليبيا ومع الجزائر يعملوا معناها شنو تسمى ليبر شانج مش ليبر شانج زون ليبر شانج زون ليبر شانج مناطق نتاع التجاره فرق كمان تعدوا 30 متر عملوا على اساس في بنغردين في بيليا مون دوني وعلى اساس في زرزيس زون فرانش مي ماهوش هذايا خاطر حتى كان هذيك حاجه من الحاجات
معناها انت مصح مع تركيا تامبورتي زيرو تاكس، مصح مع اليوروبيين اي نحاوها مع اليوروبيين تامبورتي زيرو تاكس، اما تزير وليبيا اللي تخلي فيها ما كيك بعد قشلهم يهربوا العبيد. اي مش انا مش بس مش بس مش بس فما فما دي برودوي زير ما تحبكش تجيبهم بلادك جمله وليبيا كيف كيف مي فما دي زاكور زيد تو ليبري شوز مغربا جوست حاجه في العالم الكل فما فما اون بارتي من الاقتصاد جاي من التهريب. مثلا في اوروبا ابري 12.5% من المنتوجات اللي يدخلوا لاوروبا يدخلوا بالتهريب، ما نحكيش نحكي على المنتوجات القانونيه، ما نحكيش على السلاح والمخدرات بالطبيعه. دونك هنا احنا في تونس كنا عاملين سيستم نعيشوا بهم المناطق الحدوديه، معناها السيستم تاع بن علي هو انه يكبس في فترات ويسيب في فترات، في فتره مثلا تاع العيد الصغير، في العوده المدرسيه، في الصيف ايتترا، باش العباد تنجم تكونترولي الاسعار بطريقه مباشره بطريقه غير مباشره. هكا ساعات يسيب البضاعات الشنوه وسوق منصف بي وكحكي لكم كل نشوفوهم هكاك. من بعد دخلوا برشا ترابلسيه في الدومين هذاك بتبيع على خاطر فيه برشا فلوس، دونك ربطوا برشا علاقات، فما جهات واللي معروفين بالمنتوجات نتاعهم بالاسواق نتاعهم ايتترا. بعد الثوره كي ما عادش فما الديكتاتور اللي هو يقرر وقتاش نحل وقتاش نسكر، في عوض ما احنا ندمجوا العباد هذوما ونعزوا قدرتهم انهم يمنعوا في الاقتصاد نتاعنا، ولينا نقسيوا فيهم. كي نقسيوا فيهم اللي هما يعملوا اراده فعل نتاع معناها نتاع اضرابات وتسكير كياس والحكايات هذوكم الكل، معناها ولاو خارجين على الانتماء نتاعهم في الدوله وفي الاقتصاد، ما تخش لهم هما عايشين وحدهم على الهامش، واحنا نعيشوا معاهم ويعيشوا فينا. احنا نشوفوا اللي الناس هذوما هما عباد تجار اما مولودين من الشيره الخايبه نتاع الرخصه. احنا نشوفوا انه الناس هذوما عندهم قدره انهم يقويوا في الاقتصاد، انهم عندهم قدره انهم يقويوا في النمو، خاطر مادام الاقتصاد تاعنا منهار بصفه كليه على خاطر الناس هذوما قاعدين موجودين. بالطبيعه ما نحكيش على المفوزيه الكبار نتاع المخدرات ونتاع السلاح، نحكي على العائلات الصغيره اللي قاعده تعيش من التجاره هذيك. واحنا نهبط نشوفوا توا الاسواق نتاع تبديل الفلوس في بنغردين، الاسواق نتاع المنتوجات اللي موجوده في بنغردين، احنا كل يوم نشريو حاجات مهربين، كل يوم نشريو لي برودوي مهربين، معناها هما قاعدين يعيشوا فينا. المقاربه نتاعنا ما لازمش تكون مقاربه ردعيه، لازمنا نفهموا اللي هذوكم وضعيات اجتماعية تنجم تكون فرصة اقتصادية كان ندمجوهم. المعاملات بين تركيا وبين وبين تركيا وبين وبين ليبيا إلى آخره هي معاملات الهدف متاعها أنه تصير ليبري شانج، معناها أنه المواد والأشخاص يدخلوا ويخرجوا كيف ما يحبوا. ما يجيش أنا نخرج البضاعة متاعي الليبيا وما ندخلش البضاعة الليبية لتونس. مثلا نفكر وقت تقطع علينا الماء، أنا يعني نتفكر في مشيت العطار مش نشري ماء، يا أخي فما مرأة قدامي شريت دبوزة ماء، يا أخي العطار قال هذه راهي ماء من ليبيا، هي قالت لي لا فك عليه بالضبط، ما تخش لي كان ماء مسخ ولا حاجة، معناها قالت لي لا ما نحبش دبوزة ماء ليبية، لا معناها احنا نقبلوا انه نبعثوا لهم المقرونه والشوكولاته وكل حكي نقول، اما نقبلوش انه نكونسوميو دي برودوي من ليبيا. كيف نقبلوا انه نبعثوا المنتوجات نتاعنا، اما كان نرفضوا انه الاشخاص يجيو. دونك الليبري شانج هو انك تقبل انه دخل بضاعه وتخرج بضاعه، دخل عبيد وتخرج عبيد. كما قلت كل يوم قاعدين نكونسوم في الحاجات المهربين من تركيا، الاغلبيه نتاعهم مهربين من تركيا، من الاوروب، اوروب دو ليست ايتترا. لا فما دي برودوي مهربين اتخافير لغوب دو ليست، يجيو من الفريجات من تركيا الى اخره. دونك موضوع مهم. ام فما رابور كتبته كرايسيس جروب عام 2017 في مارس 2017، رابور مهم برشا للناس اللي تحب، موجود في سيت انترنت نتاع alert.com.tn للناس اللي تحب تقرا الموضوع هذا. دوري توحشنا شويه اخضر. شنو الاخضر هو؟ متوسط الاخضر متوسط. يا اخي مش هذا شوي بدي مش قبيلة خلاص ما تدخلوش للسياسة مسج لا ذك هو نفس ذك هو لا مش نفسه أما نفس الوقت نفس الموضوع عش ما تدخلوش للسياسة ب إجا نجبد واحدة أخرى خضرة إيه صادق ب بالفرنسية جست بوركوا بالإنجليزي هاي تمل لا أنا الخبير في الإنجليزية ذي أقرأنا ب عايش كذي. How do alert members that have TV exposure members that have TV exposure talk freely
in a corrupt state without unfair legal consequences. ترجم. وإنه يقول إن كيف لأعضاء أليرت أن يتدخلوا في التلفزة الوطنية بكل حرية في بلد ينخعه الفساد وذلك بدون أي أثر أو تتبعات أمنية. أنتم ما فهمتوش شكون قاعد يقلد؟ يقلد في الرجل تاع الجزيرة هذاك. فهمت؟ تاع الأمم المتحدة. حتى التوا به السؤال التوا بالقجمي. به علاش كيفاش ما صاروش تتبعات هالولاد تذكروني كان حتى التوا هو كيفاش نجم جماعة أليرت اللي هي قاعدين يظهروا في التلفزة يصير معناتها يظهروا يحكيوا بكل حرية وما يصيروش تتبعات أمنية وإلا قضائية ضدهم. إكسبوزر على فائس. أنا السؤال هذا سألته الحقيقة حتى في وسط أليرت عنا جروب في فيسبوك وقلت حسب رأيكم علاش العبيد يستدعوا فينا؟ أنا الحقيقة ما فهمتش معنا جيت بريود وين التاسعة الناس كل يستدعوا فينا و ما فهمتش شنو الحكايه اللي قاعده تصير. وانا عندي نظريات باش نحاول نتاع مؤامره ليه مش محاوله اجابه هو من الاول ما قالناش علاش يستدعوا فينا الودي هو مش هذا السؤال قالك باش تحكي في التلفزه قالك شبيك ماكش في الحبس وما صار حتى شيء معناها انفير في الدنيا مثلا واحد كيما دياش بي مش في قلبه تو انا مثلا مخاطر الشرطه مش قاعده تخدم في خدمتها هذه اسمه فندق الماست بدخل في كاتيجوري برانك ما نحبوش نعملوه هذه كاتيجوري في القصف في المونتاج بجست حال الموضوع اللي انا سالته باش نحاول نجاوب على الموضوع الثاني بجا خلينا نفهموا علاش احنا كاليرت قاعدين نستضعفوا فينا في الاعلام ديجا يدي زي سؤال سيرش خلي يبدا يجاوب ويطرح في علاقه بالسؤال هذا ملول احنا اليرت مسكرين علينا باب الاعلام خاطر احنا عملنا البودكاست نتاعنا سيتبش نجبدوا الموضوع نتاعنا والهدف نتاعنا نيم اند شيم سمي العباد وحط الشركات قدام مسؤوليتها معناها مانيش نحشموا اللغه نتاع اطراف وفما عباد وافراد وقت اللي بشويه بشويه وليت عندنا ايقاع على الفيسبوك فما دي جورناليست بداو يستدعونا هكا في كيكو راديو صغار وكل شيء واحنا ديما نقبلوا وبداو يفهموا اللي وقت اللي نحكيوا على الموضوع هذا يعملوا اكثر فيوهم على الريزو سوسيو دوك اللي يستدعوا فينا دي شان كبار ولو فما علاقات معناها يكلموني انا يكلموا حسام يكلموا مهدي معناها وليت فما كلي ارتباطات شنو صار الوضعيه الاقتصاديه وليت صعيبه وحاجتهم بعبيد باش يحكيوا على الموضوع الاقتصادي مش تبدا بصفه رسميه نتاع كل شيء لاباس وفما بابور باش يجي معناها نحكيوا حقيقه دوك الصحفيين واللي متعطشين لاجابات سياسيه هذه من ناحيه اجابات اقتصاديه سامحني من ناحيه اخرى وعندها طابع سياسي من ناحيه اخرى وانا لاحظت مع القنوات التلفزيه يستعملونا باش يبيعوا ويشريوا في الاشهار معناها يجي هذه نظريه اللي هذه النظريه اللي حنا نحكي عليها معناها كي يجي يستدعانا قبل ما يعمل نيغوسياسيون يبدا يقلق في البنوك مثلا البنك ما سايبتلوش كريدي ولا حاجه يجيب جماعه اليرت نعملوا حصه على البنوك تك 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 ومن بعد يخرج يقولوا بون ما عادش باش ياخذوا الكريدي لا بالعكس وما يعملوا بالعكس يقولوا باه تحمني معاش نسدعها عاوني معناها تحمني معاش نجيبه عاوني برضو النظرية نتاعك ما تخدموا بينا بالطبيعة معناها اما السؤال نتاع علاش احنا توا مانيش متقلقين السؤال هذا تسألنا فيه برشا وحتى فما دي ممبر نحكيو ما بيناتنا ساعات واحد تقول لك الانفيرومون ولا يخوف معناها الناس تخاف باش انا تحكي على مواضيع باش تجبد قيس سعيد باش تحكي على الحكايات هذوما كل الخوف حاجه عاديه معناها كان ما نخافوش مهبله معناها مهبول واحد ما يخافش في تونس تسمى مهبول اما كيفاش تتحرك مالغري الخوف هذه حاجه اخرى انا حسب رايي انه الخدمه نتاعنا الطريقة متاع الخدمة نتاعنا أنه معاملين على رواحنا أنه كل شيء شفافية مع النشك التمويلات وحياتكم الكل قاعدة تحمي فينا أنا تسمى كيما النجاعة في الخدمة نتاعنا ولا كيفاش احنا نخدمه بصفة تلقائية 100% ونحكيه في مواضيع بصفة شفافية كان أنه كان هما يتقلقوا معناه هما يدافعوا على السيستم
هذه نوعا ما عطتنا كيما ثم زاد تعطش في الراي العام زاد للموضوع هذا معناتها لانه راي مخالف وراي نقدي معناتها بالنسبه للي موجود خاطر العبيد ولات العبيد تلاحظ انه ثم مشكله كبيره اما ما ثماش كون قاعد يحكي عليها معناتها هذه زاد من الحاجات اللي تخلي معناتها تفرض روحها في الواقع التونسي اليوم فما وزيرة في الحكومه عملت اجتماع وقالت انا مش نقدم شكايه معنا بحسام اليرت وبلو اي وزارة ونقابة وكل شيء فرت اجتماع استعملوا كل ارتيكل 50 كذا هل يمكن حاجة كمان كيك بون ما معناها بجيتنا المعلومة بصفة كان مباشرة قلنا ما يقلقش معناها اللي بشي يصير خلي يصير في الاخر ابارامو جيوها تعليمات انا ما تقدمش بين اشكايا ومبقى معنى هذه ما نحكي بين ذفرين ما عندي حتى فكرة ما انتو كما تقدمت شكاية هذي شنية اسمعك مش مؤكد وقت اللي قابل معنى وقت اللي تقابلت مع عباد يعرفونا قلت لهم قولوا لهم لي انا طلبوا مني باش نشكي بيهم اما انا ما حبيتش معنى تقلبت الحكاية ذيك كيف فما مجميع مجلس منافسة حابوا يشكيوا بينا هبطوا ستاتيو قالوا باش نشكيوا باليرت وما جاتش شكاية وفما من ديوانة زادة فما شكون قال حابوا يشكيوا بينا نقابة ظهري في تاع ديوانة حابت تشكي بينا وما جاتش شكاية يمكن موجودين شكايات وحنا ما معنا في بلاد معناتها توا الخلاصة نتاع ذي بقدرة ربي فما كان الخير شكون يجري ذا باهي نتسائل علاش الدولة تفرض أقوى ضرائب على توريد اللوحات الشمسية ومعداتها وذلك خدمة اللوبيات يجمعونها هنا ولا يصنعون منها شيئا اللوحات الشمسيه البانو فوتوفولتايك البانو سولير وانا بار التكنولوجي اللي باش نعملوها الكل معناها لازمنا نبورتيوها وركبولنا او ظهر لي ضرائب طاحوا في القانون طاحوا على الاخر وثم سيتاسيون من عند الدوله تعطيك معناتها بريم دونك ما شنو اللي معناها فما مشكله في الفوتوفولتايك اما مشكله في لي شام فوتوفولتايك اللي موجودين في الجنوب معناها فما بلوكاج جي مستيك استعمال نتاع الاشخاص نتاع الاشخاص ولا لي ميناجمنت مش نتاع هذه ما الحقيقه احنا ما نشوفوش اللي فما ضرائب كبيره طاحوا الضرائب على اللوحات الشمسيه اما فما فون فما خذينا فون انا فون كبير على الناس هي ان غرو بروجي عنده برشا ليه مش نتاع ديزرتيك فون اخر فون دابوي اللي ميناجمنت ولا انا ديزرتيك شبيه ايه ذاك سوجي نقابه النقابه ذاك الستيك اي البيوع نتاع الكريسيتي الحق زيد راح يقول عندك مساج للستيك تفضل هذاك علاش هو نقص عليه فك عليه بلاي ستيشن عنده فاتوره الضوء مش خالص نجم نجاوب عليه بطريقه خاصه ذاك نهار كان نجم بون كيف يمكن الخراج من منظمة أليخت؟ يعني هذي فريمون سهل دونك مضمون صور شمسية توكيل سين اس اس بي تعطيوا اي لما لازم جواب اي باجي كيف يمكن الخراج تدخل ديركتومون وتعمل يا ليا فاش فما ليا تدخل تتعمر ولا تدخل العسيت نو رجوان تعبر الفورم تعمر الفورم زديكا ولولي تسير على الاخر انا عمر الحقيقه ما عمرتوش الحقيقه الجواب هذا السهل انا نقولوا تعمل فورمولير اما الاليرت الانخراط فيها صعيب مش بالعان الانخراط في الاليرت صعيب معناها انك الاليرت مفتوحه قدام التوانسه الكل اللي عندهم اكسي انترنت وبطاقه تعريف تونسيه مرحبا بهم في اليرت تمشي على السيت www.alert.com.tn/nous-rejoindre تلقى فورمولير تعمروا كل شيء اما هذايا ما يعنيش انه انخرط عنا ألف واكثر من 1700 شخص في طلبوا انهم ينخرطوا في اليرت وطلبوا انهم يسندوا اليرت وكل شيء صعيبة انك تدخل في اليرت علاش على خاطر ما عندناش الامكانيات الماديه باش نجمو ندمجوا 1700 شخص باش انك تدمج عباد تكلف برشا فلوس مش ماديه وبشريه زاد كيف اي على قد ما عندك فلوس على قد ما تختصر عباد على قد ما عندك عباد على قد ما تختصر الفلوس اما الـ كيفاش نعملوا احنا نعملوا انه على قد ما واحد يلح ويشارك ويبعث مساجات ويولي ينضم طب بار اكزومبل سلمى كانت في الفاك عملت نادي اليرت في الفاك ولات تنشط اتسيتيرا وعندها الموتيفاسيون
في السياسة وفي الجمعيات في تونس الموتيفاسيون مقلوبة، أنه الأحزاب عندهم موتيفاسيون مش دخلوا عباد مش كي عبي وسالة بربي إيجا إيجا بربي دونك تونسة استنسنا أنه الحزب ولا الجمعية بجي تخلط عينة مش تكبر في الأعظام تاعها. أليرت العكس، أليرت تحب أنه العظام تاعها عندهم موتيفاسيون. دونك هذيك علاش أنه احنا نقولوا انت مامبر 1700 عندنا 1700 عضو، اما اللي فيهم يحبوا يشاركوا ويدخلوا ويخدموا على المواضيع نتاعنا تو عندنا فوق 90 فوق 90 شخص خدم على موضوع في اليرت، اما فما تيرنوفر كبير من عباد سمع عباد تمشي وتجي عباد تمشي وتجي وكل شيء. الموتيفاسيون هي اهم حاجه، خاطر ماش نلقاو عندنا نمشيو نكريو تيل ثلاثه جماعات باش نعملوا فورماسيون تاع درشني هي ولوجور يولي عندنا لوكال كبير سافا ساميليوري. والموتيفاسيون هي الايمان، ايمان بالقضيه معناتها في حد ذاتها، معناتها هذيك هي الموتيفاسيون الانترنسيك عند الناس الكل، معناتها اللي عنده وقت ينجم يجي يكرسوا للمنظومه الباب مفتوح معناتها. وي الفلتر هو الموتيفاسيون. برادي اتول اونور. انا نجري مشكلة حرفية البنوك 100% هي القروضات نسبة الفايدة كبيرة برشا. هل صحيح باش يساهم في السنار في السنار بي اس نتاعته باش تهبط 6%؟ ظهر لي خاطر بالفرنسي الكلمة الفرنسية استعادة في آخر الجملة. أنا فهمت السؤال. أنا بيجي حتى أنا هل إنه التولي بشي تحت 6% بشي عاون ما يحطوا لي مونتون صحيح اللي هبطوها التابلو شفتوا التابلو نتاع في فيسبوك قريتو ما نمش برشا هم هبطوا كومينيكي لازم نفسروا للناس CNSS و CNRPS. سامحني فسر السؤال قبل خاطر ما عرفوش اي مشكلة حرف ان شاء الله نعرف نقرا مشكلة حرف البنوك 100% هي القروضات تثبت فايدة كبيرة برشا. هل صحيح انه التو باش يهبط 6% على المدى القصير، وهل باش يساهم CNRPS في انخفاض نسبة الفايدة نتاع البنوك؟ وشكرا على المجهود. ال CNSS و CNRPS من قبل للموظفين اللي منخرطين معهم يعملوا قروضات استهلاك، قروضات متاع سيارة إلى آخره، قروضات متاع مسكن 6% هو طول قديمة تولي 8.5%. السينيسيس والسينيربيس مسالين 6 مليار دينار 7 مليار دينار. اليوم فترة هذه قالوا بش يعملوا 25 ألف دينار قرض خاص، 50 ألف دينار قرض متاع سيارة، وقالوا بش يعملوا في فترة أخرى قرض مسكن 100,000 دينار أما زين مش موجود، وقالوا راهو هذية ب 8.5% التول موجود به تو نشوف شنو نقول لك 6% أقل من تمام لا لا قديم هذوك التول قدم. شنو هي الشروط باش أنك تاخذهم الكريتي هذوما؟ لازمك بون سي ان ار بي اس تكون مرسم كموظف دولة، لازم تكون مرسم 3 سنين وأنت تعمل كوتيزاسيون تاعك. أمين طيب affiliation à la CNRPS de moins de 2 ans. هذيك تاع الشخصي ولا تاع على كل بين عامين 3 سنين. لازم تخلص المعنى تخلص مرتين قد القصاصات اللي باش تخلصهم كل شهر، معنى تكون عندك سالير مهم. والحقيقة هذي الكل وظفوا له 90 مليون دينار، معناها ما عندهم حتى إمكانية باش انهم يغطيو طلبات المارشي. ديجا شكون اللي عنده الصفات هذوما؟ موظف الدوله مرسم عنده عامين ولا 3 سنين يخلص على الاخر عندك 600 الف. تعرف قداش كانوا يجيبوا العباد على 700 و600 الف واحد؟ قداش يعطيو بين 2000 3000 شخص؟ تحكي على البنوك نحكي لي نحكي على الكريديت القدم. انا هذه نشوف فيها انونس انتخابويه. المشكله في الانونس انتخابويه وقت العباد مش يشوفوا حاجه على الواقع الملموس ما بشي أشك فبشي يزيدوا يتنرفزوا الناس. معنى الحكاية هذه أقل لي فيها 90 مليار كهو. أنا حسب ما نعرف فيها 90 مليون دينار. والمدير سي ان ار بي اس وقت يتكلم في الإعلام قال أحنا رانا منش نفس البنوك، خاطر كشيك تحكي مرشي فيه 6 ملايين شخص باش تحكي مع بضعة آلاف وشوفوا شوف شكون باش ياخذ شوف فينا إيطار. حطوها نتاع 50 ألف دينار 10% تو دانتيري والأنسيانتي هذيك 3 سنين والأخرى نتاع 25 ألف دينار تولي عامين وال 8.25%. أنا أقول حاجة بس إيه ما أنت تاع الكهرباء حاجة والأخرى حكاية ومتاع المسكن مازال مش موجود. المسكن مازال مش موجود وهذوما راهم شركات مسالرة. وهو شو يقول لك؟ يقول لك هذه الطريقة باش ندخلوا فلوس للسي ان ار بي اس. شو نقول لك يا خالد؟ سا بو رابورتي دو لارجون 8%
شوف شنو باش يطلبوا رهنيات وكيفاش باش يعملوا ريكوفرمون تاعهم. في كل الحالات باش نجاوبوا على السؤال نتاعو ومسكم مش باش ياثر على ما عنده حتى تاثير على التو بونكير اللي باش يجي نتاع القروضات وما همش باش ينافسوا في حد ذاتهم البنوك في زاد لو كان عندهم بون فون باش ينجموا ينافسوا الناس كل يمشيوا للغادي. انا نقول انا الحكايه هذه نحطها في خانه عندنا زيت حاكم مدعم معناها اللي خلط على بوزه صحاري اما مش باش ينجم يستهلك الكل. ها سؤالي انا هذا نكتب هاي كراسة هذا شنو بدل شنو هذا اللي فيها ريزومي 15 هذه ريزومي نتاعها. حكينا على القروضات اللي تعطات فترة كورونا واللي هي صار عليها اشكال كبير خاصة في التوظيف نتاع نسبة الفايدة جديدة وشنو صار كيفاش صارت عليها دونك يدولي هذايا ثمن شخص اللي هو متظلم حسب ما فهمت ويطلب منا انه نرجعوا الموضوع هذايا في الساحه العامه ونحكيوا عليه بصفه خاصه ويدولي هذايا زاد جينا برشا ناس هكا زاد في اطار حمله كنت البنوك ما تتفكروا جماعه كيفاش برشا ناس صاروا لهم مشاكل كبيره. هو بو ريزومي الدوله قالت لك وقتها باش نوخروا لك القروضات نتاعك ليشيونس نتاعك 3 شهور لو كان تو ان بتي سالير 6 شهور لو كان اكثر وصاروا برشا دي ديباسمون تاع البنوك اللي هما خذاو دانكو وخروا البنوك من لو من بعد اون فوا رجعت الدوره الاقتصاديه نحاوكم انا فوضي يقول لك شهر يقول لك شهرين عاودوا نظفوا من الاول وجديد أركو كالدولة كي تكلمت من الأول على أساس سبعات الرابورتير أخر القرض. هو في الفترة متاع الكورونا خرج مرسوم حكومي وقتها الحكومة تاع السوغفيغ عندها إمكانية باش أنا تخرج من رسيم خرجت مرسوم قالت بالنسبة للناس يتضروا من الجائحة ومن الحجر الصحي عندهم الحق البنوك لازمهم يوخروا لهم في القصاصات متاعهم أخر القرض بثلاثة شهور اي بتبيع معناها يعملوا كل البوز مش الاخر القرض اللي نيوم ثلاثة شهور ثم ديلي معين مش ديكالي فيه ثلاثة شهور يديكاليتهم باش يزادوك اشهر في اخر القرض نتاعك نقولوا احنا توفى في مارس 2024 تولي توفى في جوان 2024 به وخرج معناها خرج مرسوم من بنك المركزي باش يفسر كيفاش نطبقوا الشيء هذا. البنوك شو عملوا؟ خذوك ثلاثة شهور اللي ما خلصوش فيهم عملوهم كقرض جديد وحطوا عليه نسبة فايدة علما وانه القصاصات نتاع 3 شهور ديجا فيهم نسبه فايده معني عملوا نسبه فايده على نسبه فايده دونك دخلوا العبيد في الريسك. فما العديد من الشركات اللي ولوا في صعوبات ماليه مش جايحة ديجا خاطر ما خدموش 3 شهور وبعد عندهم قرض جديد ومك الصعوبات ماليه هذوك دخلوا في صعوبات ماليه مع السي ان اس اس اللي كيف ما تسمحتش معاهم ولوا فما برشا عبيد معني تضروا وحطوا روحهم في وضعيه قانونيه نتاع لازمهم مونداتير جوديسيير متصرف قضائي باش نجم قانوني باش نجم يخرجهم من الوضعيه الماليه نتاعهم. معناها جينا باش نعاونوا الناس قلنا البنوك بربي اصبروا معهم شويه زدنا هلكناهم. عملنا الحمله على البنوك جاتنا كاتيجوري كامله نتاع العبيد اللي متضرين شيء هذاك علاش لازمنا نلموا الكاتيجوري هذوما مع بعضهم قاعدين نخدموا على الموضوع هذا باش نجموا كيفاش نلموا المتظلمين الكل بالبنك على الموضوع هذا باش هكاك كان واحد ياخذ قرار اللي فايدته يستفادوا منه المئات اللي العباد اللي الناس اللي وقفوا معنا. اما الوضعيه هذه وضعيه صعيبه برشا الناس اللي تمسوا منها هما الناس اللي الخدمه نتاعهم ما كانتش خدم اساسيه وقت الكورونا بالنسبه لي هو خدمته اساسيه خاطر يعيش منها دونك هذاك علاش لازمنا نتلهوا بالموضوع هذا بصفه خاصه بطبيعه. بلاد كيما كندا وقتها حطت 50 مليار دولار جست باش نجموا يقعدوا حيين العباد ياسر هذوما الناس يتحملوا في مسؤوليه قرار كنديانا محلها مش حكايه كبيره بون هذي ما يعاودش قلنا دخلتوا في السياسه. هل تعرضتوا لتهديدات؟ بالشيء لا ديما سؤالته الكل هكا سونساسيونيل السيناريو بتاع فيلم خليني مش نقراها مره بركه. هل بالعربي مكتوب بالعربي خذ راحتك. هل تعرضتوا لتهديدات واغراءات وفما شكون من الاعضاء خذا وخرج وبيع القضايا المعروضه؟ وكان اي كان اي هل هناك الجرأة لذكر الشركات والا رجال الاعمال او المندوبين اللي بعثوهم؟ السؤال معناه مندوبين معناه الميسير نتاعهم معناه الناس اللي بعثوهم المرتزقه
في فتره من الاغراءات تحكي لنا الاغراءات احكي لنا على نانسي عجر مش عملت لك الاغراءات النجله خلينا في لوكال خلينا هون حبيت نبعدنا عن ماشي الاغراءات جاو من الاول الحقيقه نعرف ديريكت جاو من الاول في اول فتره شوف جاو من حاجتين فما برشا عباد شافونا نخدموا على مواضيع وقالوا بربي اخدمني على الموضوع هذا ونعاون الجمعيه من الاول فما عباد تفكرها من الاول جاو قال انا بربي تنجم تحكي لي على الموضوع هذا وهو انا نحب نعاون الجمعيه نعطي ما نعرفش 1000 دينار 3000 دينار معناتها ركز لي على ذا كسر لي ذا ما فهموش لي احنا مش هذاك الخدمه نتاعنا باي معناها قلنا لهم ليه معناها قال لي انا تونسي نجم نعمل ليه صح ما حاجتيش فلوس معنا ما نعمل بهم فلوس من بعد فما شكون كان مانيش غلط اتصل كانوا بحسام ولا مهدي ما عنديش الفكره بالضبط نتاع اجا اخدم معايا قلت له نعطيك شهريه باهيه وهو الحقيقه كي تشوف الاولاد كيفاش يخدموا كل شيء تشوف اللي عندهم كفاءه في الخدمه نتاعهم دونك سي نورمال انه فما شركات يقول لك البروفيل باهي هذا ايتترا دونك انا ملوش فتح حاجه عاديه مي وليت اكثر شويه اغراءات تاع يجي يخدم معايا بطبيعه احنا عباد مهبله ما نخموش مستقبلنا قلنا ليه معناها الحكايه هذه ما تبعنيش والا خموا برشا في مستقبل ولا خموا برشا مستقبل الناس الكل وبلي جوست خاطر تقول انت اللي ما تشريش بالفلوس تشري برشا فلوس انت حكيت على المندوبين معناتها ذي حكينا كيفاش انت رضخت للاغراءات وقلبي مشيرها الاخرى ديجا كي قالت رجعت الكلمه سمعت حاجه اخرى الضغط حاجه التليفون قص قص تعرفوها قص قص حكينا ذي كيفاش قلبوك مشيرها الاخرى يا اخي رجعت قالوا لي بيع عائلتك ويجا باش نفرحوا بيك كذا قالوا في وجيب الحمامات خيط وفارغه قال لي ما في بالي شي يقول لي كرهبه قال لي مبدلك العجيلي ترى شريها بوحدي العجيلي خليلي باهي زين يلا شوي ان بو سيريو الوليد زين برجع لك فهاد الكازينه هذي الله ربي يهديك برجع سكت خير لو اي شرق سامحوني في نفس ال انا شبيك رجعت نو على خاطر نفس الحكي انه ما تخلط لكم ما تخلقت لكم مش مشاكل كيفاش ما زلتوا تنجموا تحكي وعلاش من يعني ما هوش سانسر فيكم فما واحد شاتينا عيد اذا كان اخر بودكاست والله اي عندك شي مساج للجمهور ديجا جاوبنا اسمع اذا نحن نقولوا معنا فري للي مومبر الكل معناتها دي كومباني حاضرين فري لو اي حاضرين ديجا كيفاش تنجم تنحي الريع من غير ما تأثر على الاقتصاد والله به الاقتصاد التونسي اللي أغلبه على ملك أقلية اللي طبيعي لو كانت تمثلهم مصالحهم باش يردوا الفعل تولى خايب ما عاش به برشا سؤال طريقة تحميلهم مصالحهم مشكورين على اللي تعملوا فيه وخاصة على إنارة الريع العام رجع به سؤال رجع طبعا زادة محلك الفلوس تبارك دونك سي تري انتريسون نجم نقعدو نحكيو ساعة نهار اليوم على اي ما اي فوالا وزاد معناتها محاربة الريع ماهوش معناتها محاربة زاد ثم برشا المغالطات نتاع تحارب في الريع معناتها تحارب في رأس المال الوطني معناتها انك رأس المال الوطني هما كان هذوكم معناتها ماهوش كان هذوكم تونس التكوين نتاعها حتى كي نشوفوا الشركات الصغرى والمتوسطه يظهر لي قداش لو اي من برشا اكثر من 90% ولا 96% من نسيج الاقتصاد من خلق المواطن شغل فوالا معناتها نحكيو معناتها كان تحب نحكيو حتى على الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطني ماهمش كان العائلات هذوكم ولا هما اللي مالكين اما زاد والاقتصاد الوطني هما زاد المستثمرين الجدد والناس اللي تحب زاد تحب تخلق مشاريع جديدة ومسكر عليهم السيستم اليوم في تونس معناتها دونك هذا هو زاد الاقتصاد الوطني هو نتصور السؤال هذا جاي من انه كي انت باش تحارب الريع ابخي تو هما شركات قاعدة تخدم في عباد دونك هو خارج من الافيرماسيون هذي معناها وانت جاي وبعديه انه ابخي تو باش تقطع رزق عباد باش تنسجين برونو اون سيتياسيون عندك انت عندك ايكونومي دو رونت في بلادك وعندك معمل بركة نتاع شوكولاتة خاطر يحب برشا شوكولاتة نتاع شوكولاتة سافاتفير عسيس بركة سكرتير بركة واحد بركة يخدم على يصلح في الماكينة كده لو كان جو خمسة معامل راك عندك أكثر مواطن شغل يفو ميو
ليراديكي سا بور افوار بوكو تنجم تخدم العباد اكثر ديجا قالك ما عادش تحكي بالفرنسي جم ايوه عربيه الفصحى الحقيقه الهدف نتاعنا انه ناثروا على الاقتصاد دونك كيفاش تنجم تنحي الريع من غير تاثر على الاقتصاد ما تنجمش انت تحب تنحي الريع باش تاثر على الاقتصاد باش تاثر ايجابيا باش تاثر ايجابيا على الاقتصاد في تونس عندنا حاجه تخوفنا هي فلس شركه فلست في ناخذ امثله في فرنسا في امريكا في المانيا في امريكا جولدمان ساكس اقوى بنك البيات نتاع امريكا فلست قالوا بيسالش فلست البنك العباد اللي يخدموا فيها وقت اللي فما شركه واحله مش قاعده تخلق في الثروه مش قاعده تخلق في القيمه المضافه مش قاعده تخدم في الناس تولي قاعده تعيش على جهد العباد تحكي على شوكولاته مايسترو قداش تو 4500 5000 ما عادش هكاك يمكن طبلية مايسترو 4500 5000 اش معناها؟ معناها قيمتها الحقيقية هي في كان جي فما برشا ماركات 2500 معناها هو قاعد ينحي في 2000 من مكتوبك يحطه في مكتوبك معناها قاعد ينحي لك في القدرة الشرائية نتاعك ال 2000 اللي انت نحاهم لك مكتوبك نجم تشري بهم حليب نجم تشري بهم حاجة أخرين معناها تخدم عباد أخرين تصرف أكثر في ريستوران ولا في حاجة معناها هو قاعد نوصل ما نحيلك في القدرة الشرائية متاعك ويحطها في المربوح متاعه وقاعد يقتل في الاقتصاد على خاطر ما عادش هما دورة اقتصادية الشركات هذوما اللي يضروا في الاقتصاد لازم نتخلصوا منهم خاطر أنا نحب نمنع الاقتصاد وما نحبش منع شركة الشركة اللي هي تخدم في 6000 وتعطيهم في 8000 في الشهر ومن بعد تعطيني في أسعار تعاود تخذلهم 8000 في الشهر هذوما قاعدين يضروا في الاقتصاد على خاطر ما يخليش الشخص يتطور عندنا خدم ما فيهمش ديزامبلوا كاليفيي عندنا خدم خايبين ما نجموش يطوروا الاقتصاد نتاعنا تاخذ جروب ديليس 94% من رقم معاملات نتاعو في تونس معناها الشركات الكبار ما يصدروش ما نشكمش يصدر يصدر شنو الفوسفات خام والزيت خام الدولة ما تنجمش تعيش بطريقه هذيك دونك اي لازمني انا نضحي بشركه مش نضحي معناها باش نمشي نكسرها مباشره اما نحط اطار وين الشركات اللي هم يبداو بارازيت ينافسوها شركة البارازيت يتنحاو شركات الشركات اللي ياكو تنجم ينافسوا الشركة الكبيرة اللي تحكي عليها وهذا باش يخلي رأس المال الوطني يكبر زادا ما زينا من زينا من اللغة نتاع انه رأس المال الوطني معناتها محاربة الرايع هي محاربة رأس المال الوطني بالعكس رأس المال الوطني باش يزيد يكبر ما نعرفش معناها رأس مال وطني اش معناها معناها رأس مال وهو وطني لا لو كاب رأس مال الوطني هذا هذوما المصطلحات اللي موجودة اش معناتها معناتها رأس لا خاطر ثم مصطلحات انه رأس المال الوطني هما العائلات اللي عندهم اللي عندهم شركات كبيرة تيمو النهضة هي أو الحزب عمل قسم عملت الكلمة تاع رأس مالنا الوطني علاش ما تدعيوش ولا ما تنظموش وقفة احتجاجية سلمية لمنتسبي قطاع معين متضرر من القوانين الرياعية وقفة احتجاجية سلمية لجاب ترتصب لا يمات هذي يظهر لي ما تتعلم طرحت في الحمله كونتر البنوك قلنا موندوني معناتها الناس اللي ما تمضر من البنوك معناتها في لحظه من اللحظات ربما تنجم تكون حاجه تنجم تصير او معناتها كوقفه احتجاجيه معناتها كونتر قدام البنك سنترال ولا قدام البنوك معناتها من الحاجات اللي مطروحه معناتها ماهيش حاجه اللي هي ماهيش موجوده ما صارتش في قطاع في حد ذاته خاطر ما ركزناش ما شديناش قطاع في حد ذاته قلنا نحن مش نحكيوا باسم الناس اللي في القطاع هذاك فما مشينا مثلا الاعضاء نتاع الارت كانوا موجودين في عده في عده معناتها احتجاجات سلميه ومع عده معناتها عده اشخاص اللي هم قطاعات معناتها في عده لحظات في العوام اللي فاتوا اما ما عملناش نحن قلنا راهو باش نركزوا كان نحن باش نكونوا معناتها الشيف دو فيل والا نحن باش نكونوا المنظم لحاجه كيما هكا نعرفش قولكم الاحتجاجات الناس يمنوا بها كي يشوفوا عندها مفعول مباشر يقول لك انا مش نحتج مش نقف مع شكون وعلاش في تونس الحاجه اللي خلقتها الثوره خاطر بدايه الثوره مازالت موفيتش الحاجه اللي خلقتها مش الحريه الامل انك تنجم تبدل حاجه بالحريه مادام الامل انك تبدل حاجه بالحريه ما عادش موجود ولو الاحتجاجات تعطيل ومشاكل وما عندها حتى مفعول وإلا المصلحة الشخصية على الأخر مصلحة شخصية ضيقة احنا مثلا كمشينا مع المربي الدواجن في الاحتجاجات نتاعهم كانوا فما حتى حد معناها متفكر مرة مطيشين في باركينج بحثة في كارتاج وفي الشمس فما حتى حد مجاول الصحفيين قاعدين تحت شجرة في الظل فما حتى حد مشينا
وقت اللي طفل تشد على البيتكوين في المستير هبطنا ومشينا وتحركنا ما كان فما حتى حد على خطر الناس ما تمنش اولا ان تنجم تبدل الحاجه بالاحتجاج وهذه الهدف نتاعنا انه نجموا نبدلوا حاجات بطريقه سلميه. والحاجه الثانيه كل واحد يخم في روحه معناها القطاع كلك دجاج واش مني فيه دجاج باش يحتاج يحب اعانات هذه حاجه ما تعنيش ما فماش انمي كوما هكا الهدف نتاع اليرت هو أن نكسروا الحيوط اللي موجودة بين القطاعات الكل. كيف نحكيوا على العباد اللي نقلوا لحساب الخاص الكمين متاعهم، كيف نحكيوا على العباد اللي في السمان، نحكيوا على العباد اللي في الحليب، نحكيوا على الفلاحة في الزيتون، قاعدين نكسروا في الحيوط. النقابات تخلق الحيوط وتحط معناها كل واحد في النقابة نتاعو في الغرفة في الغرفة نتاعو، كل واحد يخم على روحه. تولي ما عادش فما ما عادش فما التقاء بين التوانسة، دونك ما عادش فما عايش مشترك، دونك ما عادش فما غايات نقولوا لا هذا لا. مثلا القضاة يحتاجوا ايه امورهم، قضاة راهم شيخوا ذوكم ايوا ذاك الكونسير نتاعنا اللي هو الكوربوراتيزم في تونس والقطاعية. احكي معايا في كل شيء نضحك معاك، تحكي لي على الدومين سافا با اي صدقني نهبل سافا با نورمال برشا عباد باهيين كيما تحكيوش عليا فوالا امشي عم طالع لي كومنتير ديما تلقاو ديكم 99 كومنتير بوزيتيف، تلقى كومنتير واحد يقول انا والله عجبتني خدمتكم في دومين هذايا راهو لا ما جبتوش يخيش بدمرتين تحايل في الكارتة مغرومة ديما بلاي عصوا عليها معايا ذي بالغلطة عسلام الشباب عسلام الشباب وأحباء أليرت. حبيت نسأل ما هي الخطوات القادمة وعليه ما تصيرش مجموعات تخدم على المواضيع المطروحة وللناس المظلومة وما تنجمش تقدم عليه ما تصيرش حاجة مثلا في كل قطاع نجمعوا الناس المظلومة في القطاع هذاك ونشوفوا مع بعضهم إن نجموا يقدموا وإلا لا الحقيقة هذا أحسن وقت. أنا مثلا شاب متخرج علوم فلاحية كيف باش نفكر ونفكوا حقوقنا الشباب الكل الناس الكل كنت نحلم باش يكون عندي حاجة خاصة نقدم وننجح فيها. للأسف لا نجمت ندخل في الدجاج لا علفة لا زيت زيتونة لا تجارة المدخلات الفلاحية لنلقى روحي مجبور نخدم في الشركات هذه نعطي من بولينا في الدجاج بعد خدمت في مليحة تابعة الوردة وبالخيرية وتوهاني في مستنقع لنحب نوصل أنه نحب نوصله أنه من أخذ بالقوة من أخذ بالقوة من أخذ بالقوة مجمع الوردة بالخيرية سيما الريع في الحبوب لاسترجاع إلا لا يسترجع إلا بالقوة. كما كنا نحكيه معناها شاليك أن يسمع فينا كما الحقيقة فما لا شوف أنا أليرت الإكسبيرينس تاع أليرت هي اللي رجعتني نمن اللي نجموا فما بدلوا فما حاجات نجموا بدلهم. ما نمنش اللي في الدنيا فما عبيد بهين وعبيد خايبين، ما نمنش فما أشرار وعبيد كما في الكوميكات وشيء، بتبيع فما عبيد عندهم قيم وعبيد ما عندهمش قيم هذه حاجة عادية. أما أنا نعتبر اللي أي شخص عنده أكثر من 10/20 في القيم نتاعه تحطه في إطار معين يتنجم تخرج منه كان الحاجات الباهية، أو شخص تحطه في إطار يشجع أنه يخرج لديفو متاعه كيف مثلا تو نشوف في السياسة جيب ذي خاطر يعرف يقود جيب ذي خاطر يعرف يقفف جيب ذي خاطر يكون مني ولا نخرجوا الحاجات الخايبة اللي في الناس. إذاك عليش نشوف اللي برش عبيد يتصلوا بنا بالطريقة هذه وعنا ديز انجينيور في الدومين تاع الفلاحة ما عنده من يخدمه كيف السيدة ذي ما يخدمش مع بولينا ما عنده من يخدم وذي اللي كنا نحكيه في قبيلة أنه ما أنت ما الباب مسكر باش انك انت بيدك معناتها بالاختصاص نتاعك ولا بالفكره نتاعك تنجم تزاحم لي ماستودونت اللي موجودين اليوم اللي هما مسكرين القطاع في حد ذاتهم. اما اللي يقول فيه كلام صحيح دون سونس انه ما نجموش نتلموا نهار ونقولوا هيا نمشيو نكسروا الموضوع هذا كنا قاعدين لبس علينا ونعملوا نقله نوعيه. نشوف اللي لازم تجي من قطاع من وضعيه وين شفت برشا مواعيد وين الناس مثلا فما طفل قتلوه الديوانه بالرصاص في 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 وسط العاصمه خاطر عنده زوز كراتش دخان في الكهرباء نتاعو. انا ما ريت حتى حد متعاطف معاه. هذه الحاجه اللي انا تخوفني في تونس انه ساعات تجي فترات وين تشوف انه الناس ما عادش تعاطف مع بعضها كل واحد ولا عايش في العالم نتاعو. لا التفكير تاع المجتمع التونسي اللي هو كناتري معناها شرير ورخصة معناها لازمك رخصة ما عادش عندك أمل إنك تبدل حاجة شريك تصير له شريك تصير له حاجة وأنت كي تشري من عنده بريتو هذاك كوميرسون هاي معناتها نوع من مهرب شرير أيه. معناتها نوع من زاد الأنانية وال دوبل ستاندار والدوبل ستاندار نتاع الذاتية والرخصة حاجة لازمة الله غالب هذيك نتاعو لازمك رخصة الله غالب
وانا نمن اللي الحكايه هذه باش تبدل. انا نمن اللي نهار هذه جرات امل في المستقبل. انا 100% ما نجمش نعيش بغير امل. انا سيء، انا في تونس باش نقعد حياتي كل في تونس وما عندي حتى شيء، مسكرت على روحي اي باب نتاع خروج. بدلنا البودكاست ولا التنميه الذاتيه. اما لا نمن انا من السته وداوش داوش بالبيت ودوش الشارع عايز سبيع. والله يا ريت مش كيفاش تعاملوا فيها في اليرت، راني انا في مظلم. هاي سؤال شكون حكينا على حيط يزي ما تزيش تمايع القدر ليه؟ لماذا المنظمة لا تركز على مسؤول مسألة مسألة احتكار البطاقات النقدية في تونس والشركة التي تحتكر هذا الميدان بنسبة 100%؟ شوف الفيديو متاع عنا اليوم حطوه له بطاقات البنكية، خليوها به شوية شوية كسسبنس باش يزيدوا العبيد يتفرجوا. عنا باب في الاستوديو. انتم منظمة متاع شنو ومن اين لكم التمويل؟ هذا تعدى في انستغرام قال يا نزل مانيش من مقرد هذا سؤال انت منه ومنين لي ومن اين لك هذا من اين منين لي نوكاحنا منظمة بتاع اقتصاد الرايع بتاع الجيش وكاها التمويل ما عنيش تمويل جم لا ما كانش صدق مش معناش مش معناش زي نقولوا زاد ما نكذبوش على الناس نقولوا معناش عندنا تمويل ذاتي من المنخرطين اللي كل واحد اللي نجم يعطي حاجه من عنده هذاك هو التمويل اللي نحن قاعدين نعيشوا به معناتها ونعيشوا بالتمويل زاد نتاع الناس اللي كل واحد فينا من الاعضاء اللي نجم يساهم حاجه يساهم معناتها هذا هو التمويل نتاعنا ما عندناش مصادر تمويل اخرى والحقيقه انا نخمم اللي هذايا طوندا شيل نتاع اليوم ما نجمناش نوليو ستركتورال برشا على خاطر ما عناش تمويل الجملة وما لقيناش كيفاش ننظموا الحكايه بالكدا هو ذي نقطه كبيره بطرحها ذي خلينا نشوفوا واش فما الجمعيات ولا منظمات اللي هما يمتهنوا العمل الجمعياتي المهنه نتاعهم معناها مثلا نقول انكفاضه جمعيه انكفاضه كم شغلت عندهم زوز عندهم جمعيه وشركه زوز انكفاضه الكتيبه نوات البوصله اي واتش هذوما عباد يقدموا في قيمه للمجتمع تعجبك ما تعجبكش هذه حاجه تخصك اما هذه خدمتهم يقوم الصباح يمشي لبيروه سي نورمال انه الجمعيه تكون تعيش بتمويلات معناها خاطر عندها قيمه في المجتمع سواء في حقوق المراه ولا حاجه ما تقدم فيهم تقدم خدمة الهلال الاحمر الى غير ذلك رغم الهلال الاحمر متطوعين ما عندهم تمويلات وعندهم مشاكل كبيره نتاع مش لازم نتطرقوا لجميع الجمعيات احنا اليرت مانيش نمتهنوا انا عندي خدمه صديم عنده خدمه سلم عنده خدمه وذي عنده خدمه الكلنا نخدموا ونياخذوا من وقتنا باش نعملوا اليرت هذه تطوع احنا منظمه تناضل من اجل موضوع معين واخترنا من الاول كانوا عنا اعضاء قراب في اليرت خذينا ثنية هما كلي بعدوا شويه حسيت مغير له ونحبهم كلهم اصحابي كلهم نعزهم اما فهموا اللي اليرت مش ماشيه في الثنيه هذيك مش ماشيه في الثنيه نتاع تولي عنا بيجي كان قبلنا نولي عنا بيجي كبير برش ما تجاونا عده اقتراحات ومازال والموضوع مازال مطروح معناتها من داخل معناتها انه كيفاش قاعدين نعيشوا هذا سؤال الحاجه الاولانيه انا نعتبر اللي ما عندناش حاجه تطلب فلوس نعملوا لي بوست فيسبوك ولي انترفيو في الاعلام غير فلوس ما تكلفش فلوس اما مثلا الميكرو هذايا عضو الميكرو هذوما عضو من اعضاء اليرت قال انا باش نساهم باش نمشي نشري دي ميكرو والكلنا نساهموا نكريو الكابلوات الكاسكوات نكريو البيرش نتاع الميكرو الكاميرا 40 دينار الكاميرا نتاعك انت عندك لا وعندنا عبيد نقول لها نكريو فيها لا مش خلصوا مش خلصوا وعندنا زاد عندنا ناس من الطوع معناتها سيد المخرج اما بار اكزومبل العباد اللي يخدموا معنا مثلا في المونتاج ولا مثلا في التصوير هذوك ماهمش اعضاء في اليرت اما معناها تبدا عندهم بريستاتير احنا ما نحبوش انه العضو يخلص من الجمعيه العضو كيف ما الناس الكل اللي مش عضو يخدم خدمه مثلا نستحقوا شكون باش يعمل ترادكسيون اما ما عندناش برشا شكون يعمل ترادكسيون مونتاج الى غير ذلك هذوك عباد اللي 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 باش نتعاملوا معاهم ك ديزانديبوندون معناها هذيك هي الخدمه نتاع اليرت باهي بركه لازم زلت عندنا الله الرئيس من عام حكى على كراس شروط وكيفاش تعطل
معناه من كل الشروط به وزيد الايامات جبدوا مع رئيس الحكومة الموضوع وهما زوز متفقين لكراسات شروط يخدموا اللوبيات واللي لازم يتنحاو. بالله في أليرت عندكم شي فكرة شكون يحكم في البلاد؟ هم كيفنا متقلقين. ثلاثة نقاط الأولاني رئيس الحكومة وفين شكون فيني الرئيس ورئيس الحكومة قالك هم كيفنا متقلقين ثلاثة نقاط شكرا والله تعني والله شكر خاص للأخت ولا للأخ على السؤال هذا يعني خط عطفل هذا اي واضح معناتها دونك الرئيس حكى على كراس الشروط قالك والله هو ثم شويه هكا ايروني على شويه الرئيس كراس الشروط وكيفاش تعطل كيفاش يعطل حاب يقول لا هو تعطل حتى يعطل آخر مرة حكي قيس سعيد ظهلي اكتشف الباج متاع ليرت وغير نحكي احنا منيش نورمال وكل شيء اما ياسر نلقى في حاجات قدم قلنا لهم عن 3 سنين اما لازم نعرفه يوسف الشاهد حكي على موضوع كراسات شروط وقابش نحي كراسات شروط وكذا من بعد مشيشي ياسف فخفاخ الكلهم يحكيوا في الموضوع ذا لازمكم تعرفوا انه باللي ريزو سوسيو سهل برشا انك تتكلم وصعيب برشا انك تعمل بخاطر يقولوا قرب لها وهم حبوا يعملوا حاجه في المخابز جاوا بالبلبز وكل شيء قالك المخابز غير مصنفه ما تعملش خبز دهلكوها دخلوا البلاد في حيط وقالك ليه نخرجوا قانون متاع البيات باش هكاك الوضعيه داخله في حيط اللي ما يعرفش شنو قاعد يعمل يبلبس انا نعتبر احنا في الوضعيه هذه سهل برشا تعمل فيديو وتحرك مشاعر العباد وهي وكذا صعيب انك تاخذ مسؤوليه انك تاثر على حياه الناس الحكم مسؤوليه اللي يحكم يظلم معناها سي سور انه اللي يحكم يظلم اما كيفاش في تونس احنا نعملوا انه الشخص يجي يبدل قانون ولا يبدل كراس شروط ما نمنش بها نمن انه لازمنا نعاودوا العلاقات بين بعضنا نتعاودوا من الاول جديد لازم بالحق نلقاو طريقه باش نقولوا ما عادش فما حتى جهه يمنع شخص باش انه يكون عنده نفس الحقوق مع شخص اخر ومشكل يمنع معناتها الفكره نتاع معناتها باش نزيد على كلامك الفكره نتاع انه نحي قانون وحط كراس شروط اللي هما تحط فيهم انت بيدك في حد ذاتهم معناتها نحي رخص وحط كراس شروط دونك ماهوش هو الحل معناتها ليه واثبت انه في العوام الاخيره كره شروط اصعب من رخصه خلوها رخصه شت الصفخي معناتها في الاخر بالكل زاده هذيه زاده هذيه معناتها الاشكال هو شنو التصور اللي انت عندك متاع الحكم والا في البلاد والا حتى متاع الاقتصاد اللي عندك في البلاد معناتها الأخت ولا الأخ اللي يسأل السؤال ذي يظهر لي حطت ولا حط صبعه في على نقطة مهمة جدا أنا أعتبر اللي يحكموا توا عملوا اللي عليهم بشوريونا اللي هم ما مش نجموا بدلوا حد شيء شكون توا لازم يلعب دوره المواطني الناس رغم الناس العباد رغم يحقروا فين ايش باش تعمل الشعب التونسي في ناحيه الخبز باش يعمل عندهم يعمل هاك سكت معناها يستسهلوا الحكايه هذه وهذه وضعيه رانا ولينا تقول حاجه سامحني خليه حبيت كان خليه يكمل خاطر شنو لازم يكمل تفضل سامحني كمواطن معناتها توا عندك الكلمه كمواطن كونكتي برشا في فيسبوك هكا كذا جي فيو قيس عايد يحكي على العلفه والسي با نورمال اللي فما ثلاثه كبار كذا بعد خرجت القانون المالية نتاع البلاد قانون الميزانية ما بدل شيء يعاون فيهم مش بدل شيء وهو عاونهم في القانون الميزانية اللي قبل ما عطرتهم بعد تكلموا قال سي با نورمال اللي هكا خرج قانون الميزانية آخر بعد بدل حتى شيء يعني أنا حط كاميرا ونحكي ما هو رئيس جمهورية رمو فما أي إجراء يخلو مرة أخرى اللي في الحكم يربح الوقت اللي في الحكم يخدم على نهار اليوم كيفاش اليوم نخرج منها وديما التخوفات متاع الحكم ذوم يحبوا يأجلوا الأوضاع باش الناس تخرج تظهر هو اللي ياليز العباد يحبوه ينجم يخدم بالرسمي أكثر من غيره الحقيقة يعني حضرنا العباد قبل هاربين القدام ما معاك اللي يعملوا دي كومنتير تبارك عليك سيد الرئيس ارجعوا لهم وقت اللي كان يحكم الباجي وقت اللي كان يحكم مرزوقين
انا حسب رايي نفسه معنى انت في الحكم عندك اموا 20 25% معك سي نورمال تربينا هكاك معنى الثقافه نتاعنا هذه الثقافه هذيك اما انا كيف نشوف شخص يقول لك اه هذوم يحبوا ياجوا الاوضاع معناها تتهم معناها الخوف نتاعو مش انه الوضعيه تتهلك اقتصاديا انه العباد لازم ما تاجش معناها هذيك الحاجه تخوف الاكبر خوف مش انه ما عادش عندنا حليب ليه ما عادش عندنا حليب والناس ساكته سافا سلكناها مي معناها ما عادش عندنا حليب والعباد الظاهر هذوما يحبوا ينحيوا العباد الحليب باش العباد الظاهر يقول لك هذيك هذيك الفتنه مش هذا الموضوع الفتنه اللي احنا كنا الفتنه رواحنا البنك المركزي بناخذ 7 مليارات باش نصرفوا الفتنه ليه معناها الطريقه هو تخيلها اللفتنه لا 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 الفتنه تو نعرفنا عرفتنا تو شنو اشد من القتل والله اخذنا جوال الموضوع صل يعني في على تبارك انا المناضل خاطر نخدم مع بيت كيف ما هذو قوي دونك هذه الحكايه نتاع الهدف وهذه وضعية في البلدان الإفريقية الكل رانا دولة إفريقية عمرنا بكل تحية للكوت ديفوار اللي ربحت الكوت تحية تحية للكوت ديفوار ما شاء الله مبروك مبروك, مبروك عليك علاش كوت ديفوار هو مدخله تغيروا ريت الكفيش دي لكيف الله يتبكل عليه عنده عنده رشاقة لازمك تتخلي الأمور ما تهربش أما إيه ولا هذاك هو اللي حبيت نقوله على الموضوع متاع قيس سعيد وهل هو يحكي بكرس المرح وقتاش تحلوا الكتاب على لي كونسيسيونير دو فواتور ان تونيزي نرجو معجي كامينغ سون لين نهار اثنين باش نصور ويهبطنا لحد بعد دونك نهار لحد وقتاش يهبط ان شاء الله كان ما شديناش الحبس بعد الابيزود هذا الابيزود على السيارات قدوا على الباج هل يوجد برنامج للدولة ولا البنك المركزي للسماح لكل مواطن من التميز بكارت شراء دولي فيزا ماستر مواطن في بالي الكارت انترناسيونال على شركة ولا على شركة تاخو مليون ولا وعلى ستارت اب تاخو على شركة تاخو 10 مليون على ستارت اب تاخو 100 مليون لا مش اي شركة راه شركة عندك شركة فور. عندك لا عندك في الاكتيفيتي تاخو 10 مليون برك بزوان ان بور اكسبورت يور دروا باش تخلي عندك ديفيز 5% من لي ترانزاكشن وتعمل ولا 20 من العام ولا وكانك في سيكتور اخر سا ديبون من الشيفر دافير اللي تعمل فيه ما اي شركه تنجم تعمل كارت تكنولوجيك من البوست تاخو فيها 10 اي هما سؤال على المواطن هو سؤال على المواطن خاطر ما عندناش دينار احنا ديجا جست خلينا ناخذ مثال نتاع الدينار احسبوا اللي احنا موجودين في قهوه ولا في ريستوران يجي مول الريستوران مول القهوه يسكر الباب بلي كافتيجي لي حانتونسي لي حانتونسي لي وتبلينات كاسكوتبلينات حقا جست خلينا نعطي الاكزامبل هذا باش نجمو نفهمو شنو هي وضعيه الدينار وعلاش ما خليوش الناس يكون عندهم اوروات ودينار كونفرتيبل كما كنت نقول نحسبوا احنا توا في ريستوران في قهوه يجي مول القهوه يسكر الباب والشبابك وكل شيء يقول ما عاد حد يدخل ما عاد حد يخرج وتقعدوا تكونسوميو كل نص ساعه شو باش يصير الناس باش تفد وباش نقعدوا نلقاو طريقه باش نخرجوا اللي يمشي للتواليت يلقى شباك محلول يهرب اللي يمشي يعطي رشوه يخرج شو باش يصير الريستوران هذاك باش يبدا بشويه بشويه يفرخ ويبدا اكثر ضغط على العباد والكليونات الجدد ما عادش يدخلوا دوك هذه وضعيه نتاع دينار احنا توا عندنا دينارات ما عادش تبدلوا اوروات شو يصير كان يحل الباب كان يحل الباب اوتوماتيكمون الكليون كل باش يخرجوا كان احنا نحلوا باب نتاع دينار نقولوا نجموا لي كونفرتيو دينار للورو انزلاق الناس الكل شيء يحط تحل كونت تحط فلوسها لبرا انا نتصور بس خليني نكمل جوست باش نكمل كان انت عندك منتوجات باهين يوليو فما حركه العباد تدخل وتخرج ما تحصرهمش وقت اللي انت عندك فرصه باش انك تستثمر في تونس ولا تشري حاجات في تونس ولا تبتكر في تونس بسوم ارخص من في فرنسا ولا حاجه اللي زورو نتاعك تعاود تدخلهم لتونس تعمل دينارات تعمل لي انفستيسمون ديريكت اترانجي من عند الاجانب ولا لي انفستيسمون بريفي التوانسه انت كي تخنق العباد هنا ما تخليهمش يتنفسوا يقول لك انا باش نخلي الناس الكل تبدا عندها امكانيه باش تبدل فلوسها ما عادش فما دينارات في تونس كلها باش تولي اورو دونك المشكله اللي احنا لازمنا نعملوا في قاعدين نحكيوا فيها احنا في اليرت نصلحوا الاقتصاد نطوروا الاقتصاد باش تكون فيه حركه عاديه باش من بعد نجموا نبدلوا قانون الصرف تاع 70 ماهم جوست هما اشرار ما يحبوناش نشدوا هروف يدينا ما كونكريتمون واش هذاك اش قاعدين يعملوا في الجزائر زاد قاعدين يخنقوا في الناس باش ما يخرجوش يشفي دافوار ان بالانس كوميرسيال بوزيتيف ديجا انت قاعد تصدر اكثر من اللي تمبورت نجموا نبداو نتكلموا فيها الحكي خاطر اليوم ماناش حاضرين اليوم كان حل تقول لي هز ورويد هنا نمشي انت تمشي انت تمشي نسكروا نتصور عام دي جور ولا في جمعه العام
دينار شي يولي 20 اليورو شي يولي 20 دينار بتبيع خاطر الناس كلش تمشي بتبيع دونك كونكريتمون ماهمش جوست لمصلحه شكون يعملوا فيها جوست احنا خايبين بارابور للعالم ماناش نصدروا في شيء لا 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 البلاد قلنا بس ماشي بس الوضعيه خايبه مش تزيد في المارشي انترناسيونال ما عندكش قيمه من الاخر كي نصالحوا روحنا بها الحكايه ونجموا كي تصلح الاقتصاد نتاعك ولي فما دوره في الاقتصاد نتاعك وتولي عندك انتيري باش انك تعاود تحط فلوسك في تونس هي ما عادش نقولوا ثم خايبين وبهين قلنا ما ثماش الخير والشر نفكر فيكم التفكير انت لا انت كنت تقرا سلمى انت كنت تقرا هي تفضل ماذا بيا تحكيو على المعامل الواسو صندوز انت ذي تحكي على الواسو صندوز ديجا لبس الواسو صندوز انت تعمل هذا قانون عمل ورقي بعد اون لو سيتي بيان الاقتصاد التونسي خاطر تحب فسر شنو هي الواسو صندوز وبعد هذاك شنو كنت تفضل حسيتك بديت تشكر ولكن حبيت نشكر ورقي خاطر تطمع فيه ورقي يتفرج فيه جو بلور ما تونيزي حاب نخدم معاش برجي بيزا دونك كانت في اطار اللي تونس بالرسمي ما عندناش معامل وحبينا نمبورتيو النو هاو سورتو الاوروبيين تي فعامه باش يجيو لهنا ويعطيونا تكنولوجيا نتمكنوا منها ونخدموا العباد زاده سيتي الحاجه اللي واقفين عليها اللي احنا عندنا شهري شويه برابور الشهري اللي في البلدان الاخرين دونك سا مارشي من الاول بالكدا بعد كيما اي سيستم دخل تونس لقينا له الثنيه نتاعو كيفاش باش نخدموا مخاخنا فيه وباليو استنفعوا منه شويه برك وهو سي با نورمال اللي اسمه 112 والتو نمشيو بيه في 2024 الفكره نتاعنا هو كيفاش في تونس نجيبوا الاستثمار الاجنبي ما نقولنا قبليك حاجتهم دي زورو كيفاش ندخلوا لي زورو كي نصدروا سورتو وقتها سورتو وقتها حاله تسخف وقت اكزاكتومون لي زورو يدخلوا وقت اللي تصدر وقت اللي يجيو لي توريست وقت اللي يجيو لي انفستيسمون ديريكت اترانجي يعطونهم اي دي او لوا 72 سيتي طريقه باش نقولوا في عوض ما تحط فلوس غادي هاو عندنا في تونس عباد قاري نيفو باك تفكرها نيفو باك يعرف يحسب يعرف يقرا باللونجلي بالفرنسي وبالعربي اجا خلصوا 600,000 وخدموا فما معناها فما دي دومين خدمنا فيهم ما كانش فيهم قابليه انهم يتطوروا فما برشا عباد يخدموا في التكستيل يقول لك لا الكلام هذا مش صحيح اما التكستيل ما تنجمش تطور منه عندنا مثلا تو نخدموا في الكابل الكابلويت تاع الكهرباء هذا سيكتور تنجم تطور فيه مثلا تخدم كابل كويفر تولي تخدم فيبر اوبتيك مثلا فما مونتي اون جام اي دونك فالور اجوتي قيمه مضافه بون ما صارش التشجيع خاطر تنجم انت في سيكتور لؤي سامحني قصيت عليك ايه. تنجم في سيكتور تولي انت تصنع الماكينات اللي تخدم زاده في التكستيل معناتها احنا ما صارش انفستيسمون معناتها ما صارش رؤيه معينه باش انك انت الفيليير هذيك الكل تو ديفلوب تو لا ديفلوب معناتها هذا هو الاشكال في حد ذاته انه قعدنا في حاجات اللي هي معناتها وليت الواسو صندوق هما يلوجوا على بتيت ما باش يجيو هو حاجتهم العباد ما تخلصش متصور نتاع الدوله ما كانش باش يبني قطاع ومن القطاع هذاك يخلق معناتها انوفاسيون ولا ابتكار تكنولوجي وتولي انت في القطاع هذاك معناتها متمكن منه من نواحي الكل وليت ايجا خدم الناس وليت إيجا نحن خدم الناس وهوك الامتصاص نتاع البطالة في تونس وليت هذي هو هذي الاشكال نتاع شجع الناس أنهم يخرجوا من الفلاح كي الفلاح تخنقوا ما تخليهش ينتج بكدي تولي يولي بالصيف عليه يمشي يخرج من الفلاحة يمشي يخدم في الساحل والنزوح زاد النزوح هي برا يمشي يخرج من الريف وبرا يمشي أنا مع النزوح 100% أنت تونسي امشي عيش وما تحب كنا من وراء البلايك كنا من وراء البلايك تو أنت السؤال تاعك على البلايك قاعد يختار لا مانيش نختار باهي Quels sont les risques et défis potentiels associés à la réforme de l'économie de rente comment peuvent-ils être atténués هل تخموا تحضروا مقارنة للمترشحين الانتخابات رجعتوا لل أنا رجعتوا مش برعان أنا برامو مشكلة ميسيرش مشكلة حلفاء البنوك 100% هي القروضات نسبة الفايدة كبيرة سي با نورمال ميسيرش أنا شنو هي رأيكم في حكاية القروضات اللي حاسم سمعنا بيهم شاعتيهم صندوق الذهب سيء والله اكس
اكسيليراسيون. اش كان موقف من ويل التنميه؟ تعجبني كلمه ويل التنميه في الارياف. وعلاش ستارت اب ستار؟ شكون موقف؟ شكون موقف من ويل التربيه؟ شكون موقف؟ شكون موقف من ويل التنميه في الارياف؟ وعلاش ستارت اب ما يعنيهمش الموضوع؟ الاساتذه المؤطره يدزوا في الطلبه اللي ما هو موجود وضد الفكر الخلاق. للي ديجا موجود وضد الفكر الخلاق، يعني ما يخلقوش حاجه جديده. شكون شكون موقف من ويل التنميه؟ شكون موقف من ويل التنميه في الارياف؟ وعلاش ستارت اب ما يعنيهمش الموضوع؟ والله ليه بالعكس، والله الستارت اب اللي شفت ريسامون، معناتها تبعت شويه الستارت اب اللي يخدموا على الفلاحه. معناتها كان نحكيو زاد نوزل الارياف مش كان فلاحه، مي ثم برشا دي ستارت اب اللي قاعدين يخدموا توا في تونس على الـ على الـ ادماج التكنولوجيا في الفلاحه. دونك هذا بالنسبه لل بالنسبه للبارتي ستارت اب. بالنسبه للبارتي نتاع شكون موقف من ويل التنميه في الارياف، هذه نقطة كبيرة نتاع شنو سمعتها تاع موقف من التنمية في الأريف. إذا عندي كورتيك لكيستيون سهل برشا، نقول لك باش نمشيو للمستير، ونقول لك باش نمشيو للقفصة، ولا باش نمشيو للقصرين. ديجا أنت في مخك ما موش نفس الفوياج. ديجا أنت حاطط في مخك باش تمشي للقصرين، ديجا معناها باش تتعب في الكياس، وضعية صعيبة برشا غاديك، ولا باش تمشي للمستير رنوار اوتوروت وكل شيء لاباس. معناها اللي موقف من ويل التنميه هي البنيه التحتيه. البنيه التحتيه نشوفوا الكيف مثلا، كيف نشوفوا ولايه باجة مثلا، ما فماش بنيه تحتيه. وكتبدا ما عندكش بنيه تحتيه، ما عندكش اكسي للجهات كامله. مثلا نحكيوا على طبرقه، كيف ناخذوا مطار طبرقه ونعملوا اوتوروت من الحدود مع الجزائر، ونخليوا الجزائريه يسافروا من مطار طبرقه، هذوكم كل باش يتعداوا عائلات في الصيف وفي الشتاء، يتعدي ويكونسومي وغاديكا في جندوبة وكل شيء. هذه تتسمى فك عزلة متاع بلايس. أنا مثلا ينشط معنا سيف. سيف مش يعيش في تبرسق، كان مش غلط تبرسق في تبرسق. نهار تغزر لي قال لي اسمع مش يعيش في تبرسق. قلت يخش بي شنو سا معنى كلي أنا حكاية مش عادية. تبدأ عايش في فرنسا تقول عايش في باريس، مش نعيش في نانت، ولا مش نعيش في درجة، يقول بو نورمال حاجة عادية. نقول شنو شبيك لباس شبيك عايش تعيش في فرنسا؟ معناها فهمتك انه صارت له مشكلة، ولا معناها كيفش حسيت هو قيل ليه مش نعيش غادي خير احسن كل شيء. معناها تصور انت كنت فك العزلة متاع الجهات متاعك في تونس. تصور كان مثلا تعمل مش لازم تجي في حتى تران، حتى القطار السريع، تولي تنجم تعيش في جندوبة، عندك رونديفو في تونس تهبط بعد ساعة بعد ساعتين. قداش عندنا كيلومتر وطرود في تونس؟ ذلك أقل دولة في الـ في الـ في شمال في شمال إفريقيا. شاي حاشم تفوت صفاقس معناه توصل جيبس كيس عربي ثم جيبس ثم تنصون الآخر. أما اللي قاعد نقول اللي عطل المنويل التنمية هي البنية التحتية. هي ما زادة له أي ما البنية التحتية شكون خطط فماش تصور بتاع الدولة زادة لشنو توجه للساحل 100%. أما خلنا نرجعوا للصحيح. تو أنت تقول لك الطوبة ما يحبوش يمشي ويخدموا غاديكا، تقام فما كان سكانر واحد وفي البريفي وكل شيء. معناها العزلة الكل موجودة في استثمارات موجهة للتصدير. انا كنقول راهو كان باش نستثمروا في باش نفكوا عزله نتاع الجهات الداخليه باش نخلقوا ثروه، على خاطر انت باش تخدم مع بيت، معناها انت باش تعمل استثمارات من الناحيه هذه. هنا ما فماش داعي، على خاطر نقولوا احنا باش نفكوا العزله نتاع الكيف مثلا. نقولوا احنا اليوم نجم نمشيو الكيف، فما حتى مشكله اوتوروت زربيه وعندك تران كل شيء. ايش كومش يستثمر غادي حمدي المدة باش يمشي يستثمر غادي، ولا بوشماوي، ولا بن يدر؟ علاش تعبوا يستثمر غادي فيك هو وحده في المرشي؟ باش يمشي يستثمر غاديك هو باش يبعد على البرت. اللي موقف الاستثمار هو المنظومة الرعاية، على خاطر شكون يستثمر نورمالمون؟ الدولة والخاص، وخاصة الخاص في المنظومة متاع سوق حرة، معنى اقتصاد سوق كما في تونس. هي أنا باش نستثمر في الكيف، إن هي البنكة باش تعاوني. معناه اللي قاعد نحكي فيه حتى لو كان توا تعمل كياس يهز للكيف، شكون مش يمشي يستثمر غاديكا؟ هو ديجا الاستثمار ما يشجع عليه كان المنافسه. ومعنيش منافسه، هو لاباس عملهم كياس مش مزيد ديجا. اي مش كون مش يستثمر ويسكو باش تولي معناها نيويورك ولا
امورهم كونكريت مو لازمنا اوتوروت في البلد الكل مش كاين اوتوروت مش كاين اوتوروت فما اتيود فما مينيموم فيتال فما دراسه باش تصير قداش قداش تكون عزله تاع شخص كنت فما مثلا الطفل الله يرحمه اللي معناه قتلوا الارهابيين في كي تمشي تشوف البقعه اللي عايش فيها الناس عايشين في وضعيه في عزله تامه من البلاد. انت لازمك تلقى طريقه باش تعمل بنيه تحتيه وباش توفر مواطن شغل للناس. كان ما تعملش بنيه تحتيه وفر مواطن شغل في الناس وانت عندهم وضعيه لايقه يعيشوا فيها، مش تخلي الناس يعيشوا من الجبال وما تعطيهمش طريقه باش انهم تعاونهم يعيشوا غاديك كيف ما في الدول المتقدمه. نرجع لك زون فرونش، خاطر تشوف اي بلاد اخرى متقدمه اللي زون فرونتاليير تاعها يعيشوا مع البلدان اللي بجنبهم. بالضبط. حتى كانك بلجيكي بالضبط. احنا ليه حرام باش توصل الجزائر من كمان ما عندكش شطورات باش تهبط لتونس، شو قاعد يعمل في الوسط؟ صحيح 100%. هذا سؤال مقطع. مقطع. باهي، بوركوا نو با ريديجي اون شارت ناسيونال على كيل توت لي اسوسياسيون يمكن يخرطوا فيها؟ السؤال كان باش يكتبها لؤي قداش من الباج الشارت. ما الحقيقة يمكن ما نعرفش لازمنا نخدموا يمكن على شارت يخدم. ما فهمتش شنو دخلنا علاش مش الجمعيات الكل يشدوا يدين بعضهم ويعملوا دورة حول العالم؟ لا وعلاش مش نحن لا معناه من غير لا غير من غير ولا انا مطلب لازمنا رجيم معطوك لمو في ناس كل مرة اخرى تقول انت مستسهلوها برشا ذي طلب ولا سؤال انا عندي ما نعم ناخذ اخر سؤال لكل شخص خاطر كان طولنا نجم نحي وضم الكل لا مش من غير ما تحرقهم. ناخذ كل واحد لون، كل واحد يختار لون وناخذ كل واحد سؤال. مش نعملوا باور رينجرز شنو كل واحد عطيتني ما نحبش الموضوع حكينا فيه على مساج على خاطر ياسر حكينا فيه حتى انت بدل انت وين ينجم يوصل تأثير رئيس الدولة اللي عنده كامل السلطات وهو مش فاهم شيء نجم بدلو خاطر حكينا فيه هو فاهم حتى شيء هو انت قلت مرحبا بي لو رول دو ليتا بور انكوراجي اليك ما نجمش نقرا نسمح امبوسيبل هي جمله الدوله كامل تلمس الجمله هذه دور الدوله في انها تشجع على التصدير للخارج en contrepartie des avantages et des obstacles qu'on peut l'avoir en le mkasser un message je crois واحد اخر تعب sino ana fo يشجع على التصدير ما يستعملوا فيه الكبارات باركه فو بروتكس اسمه تيكا فو بروتكس لعبت قد كم من فوات خلنا ترشحوا لازم ترشحوا في السياسه لازم نشاركوا في السياسه نتصور لازم تكون عندكم سلطه باش نجموا تبدلوا صحيح الوعي مهم لكن السلطه زاده مهمه صحيح يلا تنعملوا فور بيير صحيح معناها كيفاش كيفاش معناها لازم ناخذوا السلطه باش نبدلوا حاجات الوعي مهم لكن السلطه زاده اهم وهو كذلك اما لا كيفاش فينا اطار معناها هذا سؤال فينا اطار تحب تخدم كان تحب تخدم في اطار كيف ما الاطار هذا مثلا معناها ما تنجمش نعمل حتى شيء بالنقابات بالحاجات هذوكم الكل كيفاش انت تنجم تخلق ظروف وين تنجم تخدم الظروف قتل المواطنين يلعبوا دور انا ما نمنش اللي تنجم بدل حاجه في البلاد والناس بعث الامور معناها ديما حاجه مسقطه ما ديمها ماهيش باش الناس ما عادش عايشه في تونس كاين عايشه سيء اللي ما عادش مامنه ما عادش مامنه ما تنجم تعمل حتى شيء معناها احنا الهدف نتاعنا انو تخشينا نعمل في مساج كاردياك للناس فيقوا راهو فما امل فما طريقه نجموا نبدلوا فيها راهو سهله تسهل معناها ما فهميش احنا نسخايبوا اللي كي عملنا الديمقراطيه سي بون باش نركشوا وتولي عنا كيسات محلاها وكيران وكل شيء لباس معناها عملنا الصعيب نحينا بن علي الاصعب هو انك تكمل نظام منظومه سيستم انك تصلح انك كل يوم تزيد تصلح كل يوم تزيد تصلح كل يوم تزيد تصلح اون لامبرسيون اللي الديمقراطيه سي بون انفو عملتها كل شيء ماشي يمشي لباس نشوفوا ليه في العالم الكل ديما مظاهرات ديما على قوانين على وضعيات كل شيء ذي تقرا فيهم الكل كاينك ما عجبوش حتى السؤال برافو عندي سؤال بكري خاطر قريته ونسيته ما قريتوش لكم انتوما ما لقيتوش دونك دور الديجيتال والذكاء الاصطناعي AKA AI في تسهيل إعادة تحريك العجلة عشان أنا عجلة نقطة العجلة نقطة اقتصادية
يقصد يقصد عجلة اقتصاد مش عجلة أخرى. عايش خويا خلينا الذكاء الاصطناعي برش علي الحقيقة. وصلتش الغادي شوفوا معاه. أي حاجة تعمل تكنولوجيا احنا نشوفوها أنا باش تنحي مواطن شغل. أما لازم نشوفوا اللي أي حاجة فيها تكنولوجيا باش تخلق مواطن شغل آخرين تاع الناس اللي باش معناها اللي باش يخدموا في الظروف هذه. معناها لازمنا ديما نتأقلموا مع الشيء هذا. أما في تونس لازم الجميع اللي شادين الاقتصاد هما يدخلوا تكنولوجيا باش من بعد عنا حق نستعملوها. توا حكاية الدرون مثلا راك تشوف القانون تاع الدرون عملنا فيديو على الموضوع هذا. أي حاجة تكنولوجية لازم تتقنن كما يقول ذي مش أنت ذي خلفلة كما يقول ذي في تونس نحبوا نقنوا الانوفاسيون نحبوا نقنوا التجديد والتكنولوجيا الابتكار وشيء هذا ما نجمش يمشي في البلدان اللي كيفنا. اما كي تشوف الاستثمارات في الانتليجنس الارتيفيسيال في الصين وفي امريكا وفي اوروبا هي اكثر حاجات يستثمر فيها توا وبرشا توانسه برشا توانسه يخدموا في الدومين هذا. ايش نقدر نسال بالدقيقه عندنا هكا دور احنا منظمين كامل كامل صح ميسيج والله ناخذ بخاطرك فازي هذا بالانجلي. What do you feel when you think that you might spend a lifetime trying to expose shocking truths? You might spend a lifetime trying to expose shocking truths to a security-minded population, yet make very insignificant and slow progress at the end. And he says, "كيف لك أن تتمكن؟" أنا يقول لك أنت توا تخدم في موضوع في حقيقة مرة بالنسبة للناس اللي قاعدة تتبع فيكم وفما أغلبية متاع المجتمع عنده مقدسات في مخه اقتصادية ظهر لي يقصد كيفاش أنت تنجم تتصور تخدم في موضوع وين تنجم في الآخر ما تكون عندك حتى مفعول على ناس تعدي حياتك كل تخدم الموضوع ذي الحقيقة لازمك تعدي حياتك في الآخر علش لي لازمك تعيش هكذا. الحقيقة أنا شخصيا نشوف اللي فما برشا عباد عدوا حياتهم يحاولوا يعملوا في حاجات وما سمعناش بهم. كي تقول مثلا غير التاريخ بالضبط كي تقول مثلا بورقيبة جاب الاستقلال لا فما برشا عباد عمرك ما سمعت بهم عدوا حياتهم يخدموا في حتى حاجة صغيرة معينة اللي هي بيدها ساهمت. انا شخصيا تقول لي نجم تعدي حياتك كل تحكي على الموضوع هذايا وفي الاخر مش انت راه اشخاص اخرين باش يحققوا الاهداف هذايا نكون فرحان تكون ديجا عاونت معناها ما عندي حتى اشكال مع الموضوع هذا. والسكارسيتي مايندد بوبوليشن سكريسيتي هما قال سكريسيتي على اساس ما عندهمش معناتها مش فاهمين شنو حسب الفهم تاعي للكونسيبت نتاعو سكو الشعب ماهوش ذي اللي يقولوها ديما الشعب جاهل والشعب لا ثبت الكومنت الشعب ماهوش جاهل لا نحب نزيد على كلامك الشعب ماهوش جاهل سكارسيتي يس نعرف شو راح يشتري دونك الشعب ما هو جاهل الشعب زادا كيف كي تحكي معاه وذكا اللي خلى برشا ناس زادا تهتم بالموضوع اللي نحن قاعدين نحكيه فيه انه كي يلقى حاجة نجم تكون ما عندك حتى علاقة بجمعيات وبرشا ناس ما عندهم حتى علاقة بجمعيات اما يجي يشوف شنية قرير تحكي يقولك هذي حاجة تهمني على خطر هذي حاجة تهم الكوتيديان تاعي تهم اليوم تاعي كي نقول اسكي من بعد اسكي بدا دي وقته في النهار فوالا باش ينجم يقاوم سي با دوني خاطر سي ان لوكس العباد تنجم تعطي من وقت غيرك راهو يسير بيه في الدنيا فوالا عبد يكلت من الصباح لليل ويبدا يعلم بيه كان ربي معناتها كيفاش باش يلقط الخبزه معناتها ماهوش معناتها هذه حاجه اخرى اما هذا ما يمنعش انه العبد هذاك زاد عنده الحق باش هو يكون عنده الوعي زاد باش انت توصل المعلومه كيما انت تنجم دونك هذه جوست للاضافه. أنا الحقيقة معناها التغيير حبيله طويلة والتاريخ حبيله طويلة فهي حجرة تتبني كل واحد يجي يؤمن وعلى ضوء العبيد تتبدل معناها كما قال الواحد كي باش يعيش حياة على الأقل يعيشها وهو مؤمن بحاجة صحيحة وعادلة يرمن في منظوره نبنيه حجرة ما قبل لازم نضربه شوية بالحجرة نكسره نحجروهم بعد نبنيه أنا نبني وانت أنا عندي شوف السؤال هذا بيلا أنا السؤال هذا باهي التفويت في جزء من كل شركة تابعة للقطاع العام للقطاع الخاص هل هو الحل باش هذه الشركات تولي تحقق أرباح قطاع خاص يراقب قطاع عام مادام الأخير ولا الرزق البيليك إيه هي سؤال الحقيقة نشوف أنه نجم نعطي زوز آراء أنا باش نعطي أي معناتها ما ثماش رأيي اللي هو رأيي الوحيد الصحيح وإلا الحقيقة
أنا بالنسبة لي ثم قطاعات خاصة، قطاعات عامة لازمها تقعد عامة، اللي هي تهم معناتها مرافق أساسية بالنسبة للتوانسة. ثم قطاعات أخرى اللي الحقيقة كيما مثلا ثم قطاع، أنا شركة عمومية لتو متاع التبغ والوقيد لارنتيا، الدولة معناتها تحط في مليارات باش تحارب السرطان الرئة، معناتها اللي هو تتكيفي، وأمي متون دولة تبيع في الدخان، اللي هو تبيع في الدخان باش تعمل باش نجم تعمل إكيليبر في المارشي. معناتها أنت دولة تبيع لي في الدخان وبعديك تداوي، معناتها أنت تصرف في فلوس باش تعاود تداوي. ثم حاجات اللي نحسها ما عندهاش معنى، ثم شركات اللي قاعدة معناتها حتى في القطاع الاقتصادي، معناتها ذول الجماعتين الاخرانيين، الشركة متاع الحلفة هي اللي في القصرين زادة كيف ثم حاجات معناتها اقتصاديا، معناتها حتى بالنسبة للناس اللي عايشة غاديكة واللي تفهم اللي هي هذية ما عندهش نجاعة، معناتها ماهيش قاعدة معناتها قاعدة شركة هذية موجودة باش تخدم الناس توا وتشد العبيد غادي، معناتها ماهيش قاعده تخلق في قيمه، ماهيش قاعده تخلق في حاجه جديده اللي تنجم تطور حتى الاجيال القادمه اللي في الجهه هذيك. ما ثم حاجات ما عندهاش معنى، معناتها نشوف انه اليوم الحاجات اللي ما عندهاش معنى وما عندهاش نجاعه اقتصاديه، وهي في نفس الوقت ماهيش تهم المرافق الاساسيه القطاعات الاساسيه ضروريه للتونسي، ما عنديش جدوى أن تكون موجود. كلنا متفهمين من الثورة اليوم، فما جملة هلكتنا أنا نشوف اللي هي فوبي ولت عند المجتمع، تربح بها العباد فيسا ذوكم يحبوا يبيعوا البلاد برك قوش عليه بشي يجي واحد يقربتها يهزها معاه. أما خليك مثلا سيبوزون هذي بركا بعد تقول رأي من عارش صحيح ولا غلط، أسكي باري أنا من أخي بلابرات في الأفريق كنت قداش تستنى وكل شيء تحكي في الكلاسمون، وعندك شركة كيف وطنا يستعمك اللي هي نرموه من دورها ان الفينوس وتقد هي الأبراد، كي تحكي معاهم جماعة استنى يقولك نستنى في الدولة باش تقد ما قد شيء نخدم بالموجود وديما التعطيلات وكل شيء. عملت رشاش صغيرة مفهميش بلاد ما عندهش بورت بيعت والبلاد أخرى وإلا الشركة أخرى باش في تونس كي تقولها قوش عليك درا شنو عملت، قوش عليهم باش يوليو مثلا باش تبيع بورت بنزرت لشناوه، تقصد على الشناوه الكل الغالي ذاك تحكي على البي بي بي اللي هما ولا تحكي على كونسيسيون؟ يعني كونسيسيون باش تبيع مثلا كان تكري مش تبيع تكري كونسيسيون تكري 99 سنه تكري 20 40 ثم حتى اقل باش يجيك يعملك ديفري زانفيستيسمون اللي ستعطي 99 باش يتصرف سيديبون لي مرات تجري فيهم على بعضهم والانفستي فريمون في الشيء هذا. احنا ما عندناش بورت واقف في القديه خاطر كنا لاهين بهم ستام ولا مش كان انا مش متفق معك 100% دي، والحقيقه لازم نعرف انا جوست كنعرف كان باش نكريه لشكون ولا نبيعوا لشكون، راه باش يقعد غادي وباش يقعد تونس يخدموا فيه وباش يحسن الاقتصاد التونسي. اوكي مي جوست افهم حاجه، ديجا في اليرت فما جانب يقول اللي دولة لازم تلعب دور أساسي، وفما جانب يقول الدولة لازم تلعب دور تكميلي، مثلا نحكي على غسان محمد عنا الآراء الكل. احنا ما نقولوش اللي لازم نعمله هكا، احنا نقول لازم مساواة في المعاملات. مثلا فما أغلبية الدول اللي لابرات نتاعها لبس عليهم ما بيعهمش لا لشنا ولا لحد شيء. فما دور متاع الدولة، شنو الدور متاع الدولة؟ الدولة دورها أنها تضمن أنه فما مناخ فيه سعادة. منين جاي المناخ اللي فيه سعادة؟ وقت اللي الناس عندها باش تخدم باش تاكل الكرامة متاعها محفوظة كي تتعامل مع الإدارة متاعها، عندها عقد تتفهم أنه فما شخص عنده متراك وفرد بين حق يوقفني بوليس يحطني في الحبس، بين حق يخذ في الضرائب متاعي باش يخلص، بين حق على خاطر انا وياه متفاهمين انه هو يضمن لي الامن نتاعي ويضمن لي الكرامه نتاعي وانا متفاهم اني نمتثل للاوامر نتاعو. هذا العقد. كي انا الدوله وقت اللي تقول لك باش نضمن السعاده باش نضمن مناخ معين، لازمني انا نستثمر في المعمل الحلفه. معمل الحلفه في السبعينات كنا عنا احتكار عالمي اللي هو عجين الحلفة يعملوا به النقود متاع الفلوس، وتو يعملوا به الحوايج، يعملوا به برشا حاجات. احنا تو فقدناه،
معمل حلفة ولا يعمل سيلولوز دو بوا البات متاع الوراق. وقت اللي ولا يستعمل يخدم في سيلولوز دو بوا ولا ياخذ القطايع من الماكينة تاع الحلفة ويحطها في على خاطر عنا احتكار متاع الشركات اللي الخاصة شركات خاصة. دوك احنا اليوم في تونس ما عندناش قطاع عام وقطاع خاص، عندنا منظومة مخلطة بين القطاع العام وقطاع خاص اللي الهدف نتاعها تحمي روحها وتسكر على روحها. انا شخصيا ما عندي حتى قلق انه بلدية تحل زازار مثلا ولا تحل فارماسي، ما عندي حتى قلق كان هي تحكم اللي في البلاد في البقعة نتاعها فما اقل منتوجات ولا المنتوجات كاليتي نتاعهم خايبه ولا اسعارهم غاليه، الدوله لازم تتدخل. ما عاد شو مقلقك انت؟ شو مقلقك ان الدوله تحل تبيع في الكراهب ولا تبيع في الخبز؟ شو مش دخلك فيها؟ كان انت تقول لي انا ماذا بيا زاد نبيع الخبز حر تفضل، اما الدوله تعمل تحب هي زاد. الدوله هي زاد انا حسب رايي مره اخرى الدوله هي زاد متدخل. تقول لي لازمنا شوف ستام، خدمنا فيديو مهدي عمل اشاره احتكار على موضوع ستام وعلى النقابه اللي في ستام. ستام من الكونترا نتاعها انها هي تحسن وتستثمر، مش قاعد تستثمر، نحكيو على سوق الجمله، سوق الجمله سوتيماك، سوق الجمله كيف كيف وضعيه سوق الجمله هو بيدو ملي تونس فيها 8 ملايين عاد كاتاستروف كاتاستروف شو اسمه بير القصعه بير القصعه ما زادوش فيه بير كاتاستروف معناها. اما انا ايش قاعد نقول؟ معناها ما فماش قطاع عام وقطاع خاص في تونس، فما انت وين موجود من الرخصه؟ كانك انت وراء رخصك كاتاستروف. الحقيقه الفكره اللي حتى كل الدوله اللي هي بالشيء هذا ملزومه بالنتيجه، سينو دخل الخاص شي يهمك فيها؟ شنو يهمني فيها؟ نعيش فيها البلاد. باهي سامحني، شنو هي النتيجه اللي توجع عليها؟ كان برونو لابرات سي كاتاستروفيك، القى حل، انت دخل الخاص ما تقعدش تفرش فيها. ليه؟ ليه الدوله في المرافق العموميه عندها الزاميه النتيجه. وي يلزمك توصل الناس، لازمك تكون عندك مترو، تقول انت راني انا عامله تذكره ب 500 فرانك خاسره فيها ما يقلقنيش. ما عندي حتى اشكال، وصل الناس. انا المنظومه الصحيه تتكلف لي فلوس ما فماش مشكله. المرافق هذوما شنو هي الخدمات الاساسيه اللي هي لازم الدوله في موضوع الدخان في موضوع بالنسبه لي انا معك. اما واش نقول لك؟ علاش الدوله عندها الرنتيا؟ بالطبيعه هي ترجع لقبل وقت البيات قايد السبسي اتسيتيرا، معناها قاعدين نحكيو على في تونس يلزمنا العامل اليومي اللي يخدم في كل معمل اللي حكينا عليه قبيليكا يلزمو كيلو و100 كيلو سكر و100 جرام تاي، لازم الدخان نتاعو، لازم ياكل الخبز العجينه ندعموه، لازمنا ندعموا المقرونه ندعموا باش هو يمشي يخدم من 8 ل 8 ولازم الدخان نتاعو ريفليكسيون عام 60 ريفليكسيون عام 60. الدخان راهي منتوج اساسي بالنسبه للعمال وهو مضر بالصحه 100%، وانا ضد الدخان وما قلتلكش ما تكيفش. فهمني ليه معليها داخل في سياسات نتاع الدوله. انت تقولي نتخليو عليه ونمشيو مع بعض، ونقول لك 100% حتى شركات نتاع الدخان فيليب موريس وكل شيء تو يستثمروا باش يخرجوا من الدخان. اكل ايكوس وكل حكي ذاك الكل هذاكم الكل حاجه معني ديرو شاش ديفلوبمون نتاع الالفينيات نتاع كيفاش نخرجوا نخمو ما بعد الدخان. دوك هنايا تقولي الدوله لازمها رؤيه استراتيجيه في الناحيه هذيك، نقول لك اي. اما تقولي ما عنديش الحق تخدم في دومين هكا ولا هكا، انا شخصيا نقول الدوله متدخل كي المتدخلين الكل. تقولي تحب تمنع الدوله تمنع واحد باش يخدم، امنع الناس الكل. اما فسالي علاش وقتاش الدول الدوله تمثلنا؟ وقت اللي عندنا اطار وين احنا نختاروا ونراقبوا العبيد اللي شادين الدوله، وقت عندنا حاجه اسمها مصلحه عامه، وقت عندنا العقد هذاك ما يقلقنيش. انا عندي انا كريت داري الشخص يمشي هو يدهن الحيط ابيض ازرق كل شيء، هو حر في الحكايه هذيك وانا نراقبه. اما هنايا احنا ماشيين في التوجه نتاع ما فماش دوله خاطر ما فماش مصلحه عامه، لازمنا نخلقوا مصلحه عامه وما نخافوش ان الدوله هو تدخل. هو احنا ريان بريفاتيزي ال10 سنين هذوما سي شو وقت بن علي شنو هو كل شيء 10 سنين هذو تو الادويه مثلا مازلنا كيبعنا ادويه فما كل الحاجات اللي فاكينهم مثلا الحاجات اللي فما نتاع من الكرامه اي من اللي الكرامه ما نجمناش نصرفوا فيهم بعناهم وستيب فما صاروا دي موفمون معناتها السؤال معناتها صار موفمون زاد نتاع بريفاتيزاسيون اما زاد شوف كيفاش وشنو صار في معمل السكر ظهر في في البريفاتيزاسيون هذايا معناتها يظهر لي باش نحوصل شويه اللي حكينا فيه يظهر لي معناتها الاراء باش تقعد مختلفه بارابور شنو هو لازم يصير شنو هي السياسات العامه الاقتصاديه الكبرى وكاو دونك يظهر لي ان شاء الله بقدره ربي فما كان الخير سيد المخرج يقطع شعره عندنا ولا عندنا مقدمه البرنامج لك الكلمه يعطيكم الصحه الاولاد الصحه نروحوا بالاوراق ميرسي يعطيكم الصحه اللي تبعتونا ونتهلا الجمعه الجايه ميرسي لكم.